Okay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله ربنا معانا النهارده المحاضرة الثانية من سلسلة المحاضرات اللي ان شاء الله هنعملها بشكل دوري. والنهارده ان شاء الله ربنا هنتكلم على الديستنس بروتكشن على الاوفر هيد ترانسميشن لاين والاندر جراوند كيبلز. تمام، طيب هنتكلم على جزئيتين. الجزء الاولاني هو الثيري اوف اوبريشن، الثيري اوف اوبريشن لللاين ديستنس بروتكشن، وبعد كده هناخد تطبيق عملي تيستينج، او هنشوف ازاي مع بعض باستخدام احدث اجهزه الحقن الثانوي سكند ريجكشن تيست كيت زي سي ام 356، نشوف ازاي ممكن نظبط الاو سي فايل بتاعنا بحيث ان احنا نكون جاهزين لاختبار ديستانس زونز في اي جهاز بروتكشن باذن الله رب العالمين. جميل قوي. طيب في البدايه كده تعالوا نفكر الاول مع بعض، زي ما احنا تعودنا حتى في الفيديو اللي فات واحنا بنتكلم على لاين ديفرنشال بروتكشن، ان احنا نشوف الاول الناس اللي فكرت في البروتكشن على الخطوط هي فكرت ازاي وازاي وصلت للديستنس بروتكشن. في البدايه كانت الفكره بكل بساطه هو الاوفر كرنت بروتكشن، دي كانت الفكره البيزك عندنا اللي هي فكره ايه؟ فكره ان انا اعمل اوفر كرنت، ان لما بيحصل عندي عطل التيار عندي بيزيد، وبالتالي عن طريق قياس التيار اقدر اعرف ان في عطل ولا لا. بس خلينا نشوف ان بعض المشاكل قابلتهم شكلها عامل ازاي. خلينا نقول مثلا لو انا عندي سيناريو 1، سيناريو 1 بيقول لك ايه؟ بيقول لك نفترض ان انت عندك دلوقتي تو سورسز او تو جنريتورز، والجنريتورز دول الاثنين متواصلين على باص واحد، ومن الباص ده بخرج باحد الاوفر هيد ترانسميشن لاين او الاندر جراوند فيدر. خلينا بنتكلم على ترانسميشن سيستم، تمام كده؟ حلو قوي. طيب نفترض ان حصل عندك عطل خارج الخط اللي انت بتتكلم عنه، لو بيربط مثلا ما بين سبستيشن ايه وما بين طيب في الحاله دي هيكون عندي الفولت كارنت معتمد على ايه؟ الفولت كارنت طبعا معتمد على الامبيدنس الكليه اللي قبله اللي هي السورس امبيدنسز او عدد الجنريتورز الموجوده بلس اللاين امبيدنس. فهتوصل مثلا لقيمه تيار معينه، بناء على قيمه التيار دي انت هتقول والله قيمه التيار دي انا لو وصلت لها معنى كده ان العطل عندي بره الايه؟ بره الخط بتاعي، فمعنى كده ان قيمه التيار دي على اساسها ابتدي افكر في السيتنج بتاع الاوفر كرنت عندي، اللي ابتدي احط على اساس السيتنج بحيث ان لما يحصل عطل داخل الخط بتاعي يكون قيمه التيار اعلى، وبالتالي انا اقدر اعمل تريب عند القيمه دي. بس للاسف لما هو حط السيتنج بالشكل ده لقى عنده ان في السيناريو الثاني ان ممكن يكون العطل جوه الخط بتاعك زي ما انت قلت، ولكن الفولت كرنت قليل. طب الله قليل، والله بقى قليل عشان خاطر لقيت ان هنا السورس امبيدنس عندي او عدد الجنريتورز اللي ممكن تكون بتغذي العطل عندي بقت مثلا جنريتور واحد فقط. اذا في الحاله دي هلاقي قيمه الفولت كارنت بقت قليله، مش نفس القيمه اللي انا كنت حاطط على اساسها سيتنج. طيب اذا هنا في الحاله دي لقيت ان الفولت كارنت بيعتمد على النمبر اوف جنريتورز بلس او يعني السورس امبيدنسز، واللي ممكن تاثر لي او تعمل لي ديسترب للاوفر كرنت بروتكشن سيتنج. طيب واحد هيجي يقول لي يا باشمهندس ما فيش مشكله، احنا ممكن نعالج الكلام ده عن طريق ان نعمل كوردينيشن عن طريق التايم ديلي. جميل جدا، بس انت طالما قلت لي ان انا ممكن اظبط السيتنج بتاع الاوفر كرنت وابتدي ان انا اظبط الديلي تريبنج تايمز، وطبعا كلنا عارفين ولو حتى محتاجين ممكن نتكلم عنها في المستقبل عن الاوفر كرنت بروتكشن ونتكلم على الديفرنت كيرفز ليها زي مثلا فيري انفرس او النورمال او النورمال انفرس، فاحنا ممكن اعالج المشاكل اللي بتعتمد على السورس امبيدنس. ولكن في الحاله دي ما تنساش موضوع التايم ديلي. فكره التايم ديلي هي فكره اوكي تعالج الموضوع، ولكن في نفس الوقت الديلي التريبنج او ان انت تفصل العطل بعد فتره زمنيه ده هياثر عندك او يعمل لك ديسترب عندك في الشبكه. واحنا كانت من متطلبات البروتكشن زي مثلا الفيديو اللي كنا اتكلمنا عنه قبل كده على الريكويرمنتس للبروتكشن سيستمز ان يكون فيها سبيد او يكون فيها سهوله الديسكريميشن اوف فولت، تحديد مكان العطل وعلى اساسه يكون عندي فاست تريبنج او فاست ايزوليشن للفولت عشان افصل الفولت بارت عن الهيلثي سيستم بتاعي.
فهو فكر في ايه؟ انا ممكن افكر في الديستانس بروتكشن. يعني ايه تفكر في الديستانس بروتكشن؟ قال لك بغض النظر عن عدد الجنريتورز او سورس او يعني او بغض النظر عن عدد الجنريتورز، خلينا نقول فانا اقدر اقول لك ان مكان وجود العطل هيعتمد على او مكان وجود العطل بيعتمد على او خلينا نقول بلاش نقول مكان وجود العطل، هنقول ان الامبيدنس بتاعه العطل او العطل موجود فين بيعتمد على المعوق الكليه او الامبيدنس بتاعه الخط. فقال لك لو انا خليت الريلي بتاعي يعتمد على الامبيدنس كالكوليشن، هي بتعتمد على قراءه كلا البارامترز بتاعتي اللي هي الفولت والكرنت بغض النظر عن سورس امبيدنس فاريشن، فانا معنى كده ان انا اقدر اوصل ل يعني كريتيريا تكون بسيطه وكريتيريا تكون سريعه، اللي هي ان انا اقدر من خلال مقارنه اللاين امبيدنس بتاعتي اقدر كده اقول لك والله كان العطل جوه الخط عندي او بره الخط بتاعي الترانسميشن سيستم اللي انا بحميه ما بين تو سبستيشن زي ما اتفقنا سبستيشن A وسبستيشن B، وخصوصا ان مكان وجود العطل هيعتمد على او هيكون بروبوشنال تو اللاين ايه اللاين لينس بتاعك. جميل حلو قوي. طيب فهو فكر في الكاركترستكس اللي هو ممكن يعملها، فقال لك خلاص انا عندي اللاين امبيدنس برقم معين تمام. قلت له تمام. قال لي طب انا هفكر في الامبيدنس كاركترستكس، والامبيدنس كاركترستكس هي عباره عن راديوس او يعني بقول مثلا انا عندي نص قطر وارسم دايره على ايه على الار اكس بلين تمام. ان انت عندك المعوقه بتاعه الخط الامبيدنس بتاعه الخط عباره عن ار بلس جي اكس ال مع طبعا اعتبار اهمال الكاباسيتنس، وهنتكلم على النقطه دي بعدين تمام. بس خلينا نقول ار بلس جي اكس ال وده اللي معظم الريليهات بتعمله، فبالتالي اقدر ارسم امبيدنس على الار اكس بلين. في الحاله دي طول ما الامبيدنس اللي بيتم قراءته عن طريق الريلي اقل من نص القطر بتاع الدايره اللي هي الامبيدنس دي، فمعنى كده الزد شورتس اقل من الراديوس بتاعي ده معنى كده ان انا في تريب. لو هي اكبر من الراديوس عفوا هيكون نو تريب لان هي اكبر من الراديوس، فدي مفروض نو تريب. حلو كده. ولكن انا لقيت الكاركترستكس دي تعتبر نون دايركشنال يعني غير اتجاهيه، بمعنى دلوقتي ان انت عندك يعتبر الدايره بتاعتك دي او الامبيدنس كاركترستكس دي هي نون دايركشنال، يعني مجرد ما قيمه الامبيدنس بتاعت الفولت تكون اقل من الامبيدنس بتاعه الدايره بتاعتك انت هتعمل تريب. هل انا كلمتك عن اي اتجاهيه في الموضوع؟ لا. وبالتالي كده انت تقدر تعمل تريب سواء كان العطل ده في اللاين سايد يعني في اتجاه الخط بتاعك او الكابل بتاعك، او في اتجاه الباص سايد اللي هو يعتبر الريفرس سايد بالنسبه للبروتكتد زون اللي انت عايز تحميها. ففكرنا في الحل الثاني اللي هو الموهو او الادتنس كاركترستكس، وعملنا شيفتنج للدايره بتاعتنا دي بحيث ان انا اشفتها كلها وتمر من خلال الزيرو وتكون في الربع الاول من الار اكس بلين، بحيث انها تكون تغطي فقط الفورورد دايركشن او تغطي الامبيدنس اللي بتاعه الخط بس في اتجاه الباور فلو في اتجاه الخط بتاعي انا فقط تمام، ما تكونش في الريفرس دايركشن تمام كده. حلو. وبالتالي انا كده خليت المون كاركترستيك او بص على الدايركشناليتي بحيث تكفر فقط او تعمل ديسكريميشن فقط للاعطال اللي في اللاين سايد مش الاعطال اللي في الباص سايد. وبالتالي الامبيدنس كاركترستكس دي او سوري اسف المون كاركترستكس دي هي فورورد كاركترستكس او ريفرس كاركترستكس، معنى كده ان هي دايركشنال كاركترستكس، وكانت مناسبه جدا 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 لللونج ترانسميشن لاينز، ومناسبه جدا كمان للفيس تو فيز والثري فيز فولتس، مش مناسبه للجراوند فولتس، وهنعرف ليه كمان شويه. بس في حاجه هنا مهمه جدا، ايه هي؟ ان قال لك في الشورت ترانسميشن لاينز، في الشورت ترانسميشن لاينز هنلاقي ان الامبيدنس كاركترستكس بتاعتنا دي واللي هي عباره عن دايره القطر بتاعها هو الامبيدنس بتاعه الخط بتاعك، وبيكون الدايره دي مرسومه نص القطر بتاعها او خلينا نقول القطر بتاعها هو الامبيدنس بتاع الخط بتاعك، وزاويه ميل هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن زاويه ميل الخط، وزاويه ميل الخط عباره عن ايه؟ مش الامبيدنس بتساوي ار بلس جي اكس ال، اذا زاويه ميل الخط هي 10 ماينس 1 اكس على ار، مظبوط كده؟ هلاقي ان الزاويه دي انا كنت ممكن اقللها شويه، طب ليه تقللها؟ قال لك والله عشان تقدر تعمل كومبنسيشن للارك ريزيستنس. يعني ايه الكلام ده؟ قال لك تعالى نبص مع بعض. في العادي بتاعك دلوقتي الخط لو انت بترسم الكاركترستكس بتاعته على الار اكس بلين، فهو الخط ده ليه مقاومه اسمها ار وليه اكس اللي هي جي اكس ال،
تمام كده؟ حلو قوي. طيب يبقى الخط اللي هو الامبيدنس بتاعتك كلها كامله هتطلع من هنا من الصفر لحد نقطه معينه بزاويه ميل تساوي زي ما اتفقنا 10 ماينس 1 اكس على ار. جميل قوي. طيب هنا 20% من الخط، 40% 60 80% لحد 100% من الخط بتاعك اللي هو الزد لاين اللي هو بيساوي ار ال بلس جي اكس ال. طيب لقينا بقى ايه اللي بيحصل؟ لقينا ان في اعطال والاعطال دي بتكون من خلال ارك ريزيستنس، تمام، بلس ان انت ممكن يكون عندك اعطال مع الار دي، وبالتالي بيضاف كمان معاك الريزيستنس بتاع اللي بنسميها التاور فوتنج، الريزيستنس بتاع التاور نفسه. فهنلاقي ان العطل عندك مثلا سي عند 40% من الخط 80% من الخط، هتلاقي الضاف عليه كمان عباره عن الارك ريزيستنس بلس كمان الفوتنج تاور ريزيستنس، وبالتالي هتلاقي ان التوتال امبيدنس بقت بلس الخط ده، يعني التوتال امبيدنس المقروءه دلوقتي هي التوتال دي، وبالتالي ده هي نفس ان انا خرجت بره الايه، بره المو كاركترستكس بتاعتي اللي انا بتكلم فيها. عشان كده فكروا في الحل الثالث اللي هو الكواد كاركترستكس. لكن انت لو بتكلمني ان جنرال، انا المو كاركترستكس تكفيني في اللونج اوفر هيد ترانسميشن لاين، وتكفيني كمان في الفيس تو فيز والثري فيز فولتس، وفي تعويض ممكن يحصل للارك ريزيستنس تقدر تكفروا المو كاركترستكس. ولكن مع الاعطال اللي بتكون مع الارضي وفي الشورت اوفر هيد ترانسميشن لاين، في الحالتين دول لا طبعا يفضل استخدام الكواد كاركترستكس. الكواد كاركترستكس بكل بساطه هي ان انا برضو عندي ادي الار وادي الاكس، الار اكس بلين بتاعتي اللي انا بتكلم فيها. الفكره بكل بساطه ان انا بدل ما يكون عندي الدايره، والدايره دي انا مش قادر اكفر بيها الاعطال او الارك ريزيستنس والفوت او التاور فوتنج ريزيستنس، فانا ايه المشكله لما اعمل ستريتشنج للدايره بتاعتي دي، يعني اخد الطرف اللي هو الطرف ده واعمل له ستريتشنج، اشده بايديا، فاصبح دلوقتي ان الريزيستيف ريتش بتاعك او الجزء الخاص بالريزيستنس بتاعتك ممكن اعمل له اكستنشن، يعني امده بالنسبه لي، وبالتالي اقدر اكفر بيه موضوع الارك ريزيستنس وموضوع التاور فوتنج ايه، التاور فوتنج ريزيستنس، بس طبعا لحد ليميت معين عشان افويد الايه، اللود انكروشمنت. واللود انكروشمنت ان شاء الله مين هنتكلم عنه في الفيديوهات القادمه باذن الله ربنا. جميل جدا. طيب انت عملت ستريتشنج للجزء، طب والاكس اكسس اللي فوق او الرياكتنس عملت فيها ايه؟ قال لك الرياكتنس دي تفضل انها تكون فلات، وده هيكون بيرفكت سوليوشن بالنسبه لك، لان احنا طبعا عارفين ان الخطوط الهوائيه عندك معظمها بيكون الاكس على ار ريشيو اكبر من 10، اكبر من 15، بتوصل كمان ل 20. بالنسبه للكابلات الارضيه لا، ممكن الموضوع يختلف شويه، بس ايا كان الرياكتنس لاين انت مش محتاج اصلا ان انت تزوده، او مش محتاج حتى ان هو يكون على شكل دائري، هو اصلا لو هو فلات هيكون ممتاز جدا. عشان كده بقول لك ان الرياكتنس كومبوننت هنا هي اللي هي الاكس بتاعه الفولت امبيدنس ممكن تستخدم عشان تحدد لك المسافة، لأن هي معظم المعوقة بتاعت الخطوط بتكون X. الريزيستيف كومبوننت زي ما اتفقنا ان هو ممكن يختلف، may vary due to indeterminate arc resistance or fault resistance عند fault location، عشان كده اقدر ان انا ازوده باستخدام الكاركترستكس الخاصة بالكواد. جميل جدا. طيب واحد هيجي يقول لي طب انت دلوقتي عندك ادي الـ R وادي الـ X، واحنا الربع الاول هنا او الفيرست كوادرنت هنا هو ده اللي يمثل بالنسبه لك الفورورد كاركترستكس، والنيجاتيف ار والنيجاتيف اكس مثلا عندك الناحيه الثانيه ده يمثل بالنسبه لك الريفرس كاركترستكس. طب ليه بلاقي جزء عندي من الكاركترستكس بتاعتي موجوده في الربع الرابع والربع الثاني، او حتى وانت في الريفرس برضو نفس الكلام؟ والله الكلام ده باسباب كتير جدا، وممكن برضو بعدين في القادمه انا دلوقتي بحاول ان انا اديك زي انترودكشن او بيزكس كده، بس اقدر اقول لك معلومتين مهمين جدا يفيدوك، ومن ضمن الاسباب الخاصه بوجود الكاركترستكس او امتداد الكاركترستكس عندك سواء الكواد او المومو في الربع الرابع والربع الثاني، ودي حقيقه حصل فعلا فيها اعطال في الشبكه داخل المملكه العربيه السعوديه، وفي بعض الريلهات فعلا بتقدر تشوف الاعطال في الاماكن دي، طبعا باختلاف الكاركترستكس، واللي على اساسها على فكره كمان بالتحدث مع الشباب المسؤولين عن الفاينل سيتنج وغيرها، ابتدوا ان هم يحاولوا ازاي يظبطوا الكاركترستكس بتاع جميع الريلهات بشكل ما، بحيث ان هم يقدروا كلهم يكفروا نفس مكان العطل. المهم خلينا نرجع مرجوعنا،
اللي هي الفكره بتاعت الاجزاء الزياده اللي احنا بنلاقيها دي. قال لك والله دلوقتي انت عندك لما بيحصل عطل نير للمكان اللي انت موجود فيه ويكون هاي ريزيستيف فولت تمام، فبيكون في الحاله دي عندك قيمه الاكس بتكون قليله بينما قيمه الار هي اللي بتكون ايه عاليه. مع وجود الهاي ريزيست هاي ريزيستيف فولت دي بيظهر عندك تاثير كمان الكاباسيتنس، وبالتالي هتلاقي عندك التوتال اكس بالنسبه لك يعني ار بلس جي اكس الماينس جي اكس سي، هتلاقي عندك التوتال اكس بالنسبه لك ممكن تكون رايحه في الاتجاه السالب، فاقدر اغطي مكان زي كده. بالاضافه الى ان انت عندك الجزء اللي هو في السكند كوادرنت برضو على حسب البريفولت لودنج سواء كان اكسبورتنج او امبورتنج، ده بيخلي عندك الاكس ممكن تكون او القراءه بتاعت الاكس ممكن تكون موجبه بينما الار سالبه. ده على حسب الزاويه اللي هتنتج ما بين الفولت والطار واللي ممكن تزيد عن 90 درجه، ولكن ستيل هو الفولت في الاتجاه الايه؟ الاتجاه الفولت. جميل قوي. طيب هنيجي بعد كده لموضوع اللي تشالنجز بتقابلنا في ديستنس بروتكشن. ديستنس بروتكشن زي ايه بالظبط؟ قال لك بكل بساطه انت دلوقتي عندك الخط بتاعك، جبت ديستنس ريلي وقلت والله الديستنس ريلي ده انا هخليه يحمي الخط بتاعي عن طريق قراءه الامبيدنس ومقارنتها بالزد بتاعه الخط. فانا هقسم قراءه الفولت اللي جاي لي من الفولتج ترانسفورمر على قراءه التيار اللي جاي لي من الكرنت ترانسفورمر، وعلى اساس هيوصل لزد والزد دي اقارنها بالزد لاين. تمام كويس جدا. طيب الزد لاين بتاعتك دي ولنفترض الخط ده طوله مثلا 100 كيلو والمقاومه مثلا ولنفترض 10 اوم، اي رقم احنا بنتكلم فيه. تمام حلو قوي. طيب انت تيجي تقول لي والله انا هركز على ال 10 اوم، اقول لك لا. ليه بقى؟ تعالوا نشوف مع بعض. اول تشالنج ممكن يقابلنا اللي هو ان انت عندك في سي تي وفي تي ريش ايرور، ودي اللي ممكن تؤدي الى رونج امبيدنس كالكوليشنز، بمعنى ممكن في الاعطال اللي بتكون كريتيكال في قرب نهايه الخط تلاقي احد جانبي الخط دلوقتي اللي هو الجنب البعيد ده مثلا زي البريكر هنا، تشوف ان العطل ده خارج الخط بتاعك، وممكن يكون العطل خارج الخط بتاعك وتشوفه داخل الخط بتاعك، وده نتيجه زي ما اتفقنا الايرورز نتيجه السي تي والبي تي ريشيو. جميل قوي. تاني حاجه ان احنا بنعمل اجنورنج لللاين كاباسيتنس في الامبيدنس كالكوليشنز اللي احنا اصلا بنحسبها للخط، وبنعتمد فقط على قيمه الار والاكس لللاين بتاعنا، فده بيبقى حسابات في الموديلنج بتاعه الخطوط بتاعتنا. الحاجه الثالثه اللي هي ان احنا بنهمل في اللونج اوفر هيد ترانسميشن لاينز حاجه زي الاوفر هيد ترانسميشن لاين ترانسبوزيشن افكت، اللي احنا عارفين ان الخط بيتقسم على ثلاث اجزاء وبنبتدي نغير في الفازات عشان نقلل من الافكت بتاع الميوتشوال اندكتنس وغيرها. فهنا بالتالي برضو الافكت ده احنا بنهمله في الحسابات بتاعتنا. اخر حاجه مثلا ان احنا بنتكلم على ان احنا بنعمل اجنور للفولت كارنت بتاع الريموت اند. تمام حلو قوي. فالاربع حاجات دول من اهم الاشياء او من اهم النقاط اللي بتاثر على فكره ازاي هقدر احمي الخط بتاعي، وبالتالي ما كنتش اقدر خلاص اقول ان الزد لاين هي البيز بتاعي اللي على اساسه هحمي، وان انا هقيس قيمه الزد واقارنها بالزد لاين. لا ابدا مش هقدر اشتغل بالاسلوب ده. امال هعمل ايه؟ عشان كده قال لك اذا لازم ان احنا نقسم الخط بتاعي، ما ينفعش احمي الخط بالشكل ده. اول حاجه ان انا ما ينفعش ان انا احمي الخط بالامبيدنس واحده فقط، فاقسمه اول حاجه لاول زون، والزون دي هي عباره عن زون 1، وزون 1 اللي هي اول زون هي بتحمي اب تو 80% بس من الخط بتاعي، عشان اكونسيدر السيتي ريشيو ايرور والبيتي ريشيو ايرور وغيرها من التشالنجز اللي احنا قلنا عليها. وبالتالي في الحاله دي انا اقدر بكل بساطه اخد القرار ان التريبنج تايم عندي يكون بزيرو ملي سكند. ليه؟ لان انا بقيت متاكد تمام التاكد ان الفولت جوه الخط بتاعي. تمام. طيب وباقي الجزء من الخط بتاعي احميه ازاي؟ هعمل زون اكبر شويه واسميها زون 2. زون 2 دي هتحمي كل الخط بتاعي، يعني هتحمي الخط بتاعي كله، بمعنى الجزء الاولاني كده كده محمي عن طريق زون 1 تمام، ولكن زون 2 تقدر تقول لي انها بتكفر ال 20% المتبقيين عندي هنا. طيب في الحاله دي انا ما اقدرش اخد القرار ان انا
يعني اعمل التريد بتاعي برضو بشكل انستنتينس. ليه؟ لان برضو مين قال لك ان هي حمت ال 20% فقط دول؟ ما ممكن يكون برضو العطل في نهايه الخط وانت شفت بره، او العطل بره وانت شفت جوه افتكرت ان هو زون 2، فانت وصلت نفس المشكله. انت ما فيش اي زون تقدر تحطها تقدر تكفر الخط كله، لان هيكون عندك مشاكل في الاعطال اللي في نهايه الخط. عشان كده زون 2 مش مجرد بس بتحمي ال 20% الجزء الاخير، بل ايضا بتعتبر باك اب بروتكشن للخطوط اللي بعدها. طيب باك اب بروتكشن بقد ايه؟ قال لك والله تقدر تحمي 100% من الخط بتاعك زائد 50% من اقصر خط بعدك، من الشورتست ادجيسنت لاين. ليه اقصر خط بعدك؟ عشان طبعا انت بعديك في خط قصير، وممكن يكون في خط اطول وخط اطول وهكذا. فانت بتاخد اقصر خط و50% منه تعتبر زون 2 بتقدر ايه تغطيها، وتعتبر باك اب بروتكشن للاعطال اللي بتحصل في الادجيسنت لاين والبريكر بتاعتها ما فصلتش، بالاضافه انها تقدر تحمي ال 20% المتبقيين. وهنا ال 50% من اقصى خط عشان ما يحصلش اوفرلابنج، لان انا لو خدتها من اطول خط مثلا ما ممكن يكون الخط الطويل ده ضعف الخط القصير، وبالتالي 50% من الخط الطويل يعتبر بالنسبه لك ايه؟ يعتبر بالنسبه لك 100% من الخط القصير. معنى كده ان بالنسبه للخط القصير ده لو عطل عنده في زون 2، البريكر ار 3 والبريكر ار 1 بتاعت الخط بتاعي نفسهم كلاهما هيفصلوا في نفس الوقت، صح كده؟ عشان كده زون 2 بتحمي 50% بس من اقصر خط بعدي. هنا في الحاله دي طالما هي شغاله بروتكشن اقصر خط بعدك وحتى الخطوط كلها اللي بعدك، بالاضافه الى ال 20% من الخط بتاعك، فهي لازم تكون تايم ديليد، وتيبيكالي بيكون التايم ديلي بتاعها من 250 الى 400 ملي سكند. عشان كده اقدر بكل بساطه اقول لك ان الديستانس بروتكشن تعتبر نون يونت بروتكشن. واحد يقول لي طب ما هو تعريف اليونت بروتكشن اللي انا شرحته قبل كده في فيديو فات في السلسله بتاعه البروتكشن، كنا بنقول ان اليونت بروتكشن ان انا بقدر احمي سبيسيفيك زون، وان انا بكون التايم ديلي بتاعي انستنتينيوس. فتيجي تقول لي والله طب ما ايه زون 1 انت بتحمي سبيسيفيك زون وانستنتينيوس، بس انت نسيت حاجه مهمه. يونت بروتكشن انت بتحمي يونت. يعني ايه بتحمي يونت؟ يعني لما يحصل عطل هنا في زون 1 لازم كلا البريكرين يتربوا عشان افصل اليونت كلها على بعضها. بينما لو حصل عندك عطل هنا في ال 20% دي، ار 2 ده هيشوف العطل زون 1 بينما ار 1 هيشوف زون 2، ففي جهه هتفصل انستنتينس وجهه هتفصل تايم ديليد. عشان كده الديستانس بروتكشن يعتبر ايه؟ يعتبر نون يونت بروتكشن. واحد هيقول لي بس انا عندي تيلي بروتكشن سكيم، ان شاء الله في الفيديوهات القادمه هتكلم عن تيلي بروتكشن سكيم، واللي هي تعتبر تحويل الديستانس بروتكشن من نون يونت بروتكشن الى يونت بروتكشن، وهنتكلم عنها باذن الله رب العالمين. جميل جدا. طيب انا خلاص وصلت للكواد كاركترستكس، وهي دلوقتي اصلا بيتم استخدامها بشكل كبير جدا سواء في اللونج او الشورت اوفر هيد ترانسميشن لاين. بس عايزين نتكلم عن حاجه مهمه جدا. ايه هي؟ ان احنا دايما بنشوف ان الابر رياكتنس لاين ده ما بيكونش ستريت لاين كده عمودي على الاكس اكسس او حتى موازي للار اكسس. امال ايه؟ لا طبعا بيكون الخط ده ماله؟ بيكون الخط ده بياخد زاويه ميل بنسميها تيلتنج انجل، هي حوالي من 3 الى 5 ديجري. تمام؟ والتلت انجل ليه دي؟ التلت انجل دي سكيورتي. طب ازاي سكيورتي؟ تعال نشوف مع بعض. التلت انجل دي ممكن تكون ان الخط بتاعك ده اللي هو الاساسي ده ممكن يكون تلتنج داون او تلتنج اب، بحيث ان في زاويه ينزل بيها الخط او يطلع بيها الخط كسكيورتي اجينست، سواء كان اكسترنال او انترنال فولد. هنا الجزئيه دي اللي احنا عايزين نتكلم عنها. تعال نشوف مع بعض. قال لك والله تعال نشوف دلوقتي لو انا عندي الخط بتاعي بالشكل ده، عندي ترانسميشن لاين، ونفترض ان الناحيه دي عندك جنريشن والناحيه الثانيه عندك جنريشن، وعندك دلوقتي فورورد لود. يعني ايه فورورد لود؟ يعني نفترض ان اللود عندك بيتغذى من جهه السايد اللي هو الليفت سايد للرايت سايد، فبيكون عندك مثلا الجهد في السبستيشن A هو V بانجل 0 اللي هو بنسميه VA، والجهه الاخرى VB هيكون بيلاج ال VA بزاويه معينه اللي هي فاي. جميل؟ حلو. طيب في الحاله دي لو عندك حصل فولت اكسترنال فولت، خلينا نقول اكسترنال فولت، حلو كده؟ هتيجي تقول لي انت رسمه هنا جوه الخط، انا رسمه مجازا بس هو اسمه اكسترنال فولت، تمام؟ في الحاله دي لو انت عندك الفولت ده هيتغذى من جهه A باي وهيتغذى من جهه بي باي بي. في الحاله دي التوتال كرنت اللي بيمشي في الار فولت نفسها عباره عن ايه؟ اي اي اللي هو واخد الاتجاه مثلا ونفترض زاويه 0،
بلس اي بي، وبالتالي التوتال بتاعه هيطلع اي اي بلس اي بي. هنا في الحاله دي ايه اللي هيحصل؟ تعال نشوف. ادي الار اكس بلين بتاعتنا وادي الكواد كاركترستكس. في الحاله دي ادي الفولت بتاعك هي عباره عن بالنسبه للجهه ايه، هو عباره عن الاي اي في الزد لاين زائد الاي اي بي في المقاومه بتاعه الفولت. فالتوتال امبيدنس دلوقتي هي اصبحت دلوقتي في الحسابات بتاعتك هي مين؟ هي اسف هي بالنسبه لك هو ايه الخط النهائي ده. معنى كده ان الفولت كان اكسترنال، بس نتيجه الفورورد لو او البري فولت كونديشن اللي انت شفتها دلوقتي دي او الباور اكسبورتنج دي، هتلاقي ان حصل ايه، ان حصل ان شفت العطل عندك انترنال، وبالتالي انت كده ممكن يحصل تريب بالخطا. عشان كده انا محتاج ان انا اعمل تيلتنج للابر رياكتنس لاين، تيلتنج داون للابر رياكتنس لاين، وبالحاله دي هيكون هو ده الرياكتنس لاين الجديد ده عشان افويد التريبنج للاكسترنال فولت. هنا في الحاله دي انا بعمل تيلتنج للخط ده بزاويه ايه، بزاويه معينه. جميل قوي. طيب نفترض ان كان عندك ريفرس لود افكت. يعني ايه ريفرس لود افكت؟ يعني بي بي المره دي هي اللي بتدي بي اي، فهي بتليد البي اي بزاويه فاي. معنى كده لو حصل عندي بقى دلوقتي عطل، تعال نشوف بقى عطل بس انترنال ايه اللي هيحصل. ادي اي اي وادي اي بي، فعندك ادي اي اي بلس الاي بي اللي هو دلوقتي بي ليد الاي اي، فتوتال اي اي بي بالشكل ده. وبالتالي عندك لو دي الكواد كاركترستكس بتاعتك وانت عملت التلتنج خليته لتحت، هتلاقي اللي يحصل ادي اي اي في زد لاين، وبعد كده عندك اي اي بلس اي بي في الار، فالتوتال امبيدنس عندك هتكون بره، وده نتيجه ان انت عملت تلتنج للخط لتحت. لكن انت المره دي محتاج تعمل تلتنج اب للخط بتاعك، وبالتالي يكون هو ده الرياكتنس لاين بتاعك الجديد عشان تقلو التريبنج في حاله الانترنال فولز. هنا بقى بالنسبه لنا بنقول ان انت عندك حاجه اسمها الادابتيف تلت انجل. يعني ايه الادابتيف تلت انجل؟ ان احنا بنعمل بولارايزنج للتوب لاين ده، او يعني بغير الانجل بتاعته بناء على النيجاتيف والزيرو سيكونس كارنتس. وممكن نتكلم عن الكلام ده برضو بالتفصيل زي ما قلت لكم، احنا بس النهارده بنتكلم على الثيري اوف اوبريشن ونفهم مفاتيح الاجزاء المختلفه في الديستنس، وان شاء الله كل جزء من اللي انا اتكلمت عنه هنرجع نتكلم عنه بالتفاصيل الممله. تمام، حلو. فهو انت دلوقتي باستخدام النيجاتيف والزيرو سيكونس كارنتس اقدر ابتدي ان انا اضيف زاويه او اطرح زاويه حسب اللودنج كونديشن بتاعي، بحيث ان انت عندك حاجه زي زون 1. الزون 1 شال بي تلتد داون، لازم تنزل لتحت عشان تافويد الاوفر ريتشنج. بينما حاجه زي زون 2 وزون 3 لو هي فورورد مثلا، او زون 4 لو هي فورورد على حسب الريلي بتاعك، هيحصل لها تلتنج اب عشان تافويد الايه، الاندر ريتشنج. خليني افتح معاكم كده بعض المدارك عشان نبقى نتكلم فيها بعدين. حاجه زي السيمنز ريليز، هتلاقي عندك في السيمنز السيتنج بتاع تلت انجل موجود بس في زون 1، او تقدر تعملها مثلا تلتنج. بينما مثلا في حاجه زي السل هتلاقي التلت انجل موجوده في كل زونات وتحطها بزاويه معينه. بينما مثلا هتلاقي في المايكرو ريليز هتلاقي عندك حاجتين، هتلاقي في عندك زاويه تلت انجل في كل زون، بلس ان هو يجي يقول لك انت عايز تنيبل الادابتيف تلت انجل ولا لا، وبناء عليه بيقدر يغير في زاويه التلت انجل بناء على بري فولت كونديشن وبناء على قراءه النيجاتيف سيكونس كارنت والزيرو سيكونس كارنت، عشان يافويد سواء كان اوفر ريتشنج في حاله زون 1 او اندر ريتشنج في حاله زون 2. جميل قوي. اخر حاجه هنتكلم عنها في الكواد كاركترستكس واللي هي الجزئيه المهمه بالنسبه لي جدا هي الزيرو سيكونس كومبنسيشن فاكتور. وخلي بالكم دي اتعمل عليها دراسات كتيره جدا وكانت بيحصل بسببها مشاكل في التريبنج وتفصل خطوط نتيجه خطا، وفي خطوط ما كانتش بتفصل برضه نتيجه خطا في السيتنج بتاع زيرو سيكونس كومبنسيشن فاكتور. فاختباراتها مهمه جدا عشان التاكد من جاهزيه الريلي ان هو يقدر يديتكت الاعطال بشكل سليم. الفكره بكل بساطه في الكومبنسيشن جراوند كومبنسيشن فاكتور هو ايه؟ بيقول لك دلوقتي لو انت بتكلمني على سيمتريكال فولت ما عندكش مشكله، لكن لما تكلمني على تو جراوند فولت او فيس تو فيس تو جراوند فولت، فانت هنا بتكلمني على ان انت دلوقتي خلينا نقول ان انت عندك مثلا باور سبستيشن ايه وسبستيشن بي وحصل فولت مع الارض. انت دلوقتي ما تقدرش الكالكوليشنز بتاعتك تعتمد على الامبيدنس بتاعت الخط فقط. ليه؟ لان انت عندك امبيدنس الخط دي بيضاف عليها اللي هو الزيرو سيكونس ايه، الزيرو سيكونس امبيدنس، مظبوط كده. وعندك طبعا اللي هي الايه، الجراوند ريزيستنس. الجراوند عندك هوموجينيوس ولا نون هوموجينيوس، يعني تقدر تمثله بار ولا ار واكس وهكذا. طبعا
الموضوع ده كريتيكال جدا 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 لو انت بتستعمل اندر جراوند كيبلز اكتر منه في حاله الاوفر هيد ترانسميشن لاينز، تمام؟ ولكن هو موجود في الاثنين، بس في الاندر جراوند كيبل بالذات بيكون مهم جدا. الفكره بكل بساطه ايه هي؟ زي ما قلت لكم ان انت دلوقتي عندك الريلي بتاعك هو بيشوف تاثير مثلا لو قلت لك ان الخط بتاعي مقاومته او الامبيدنس 9.36 اوم بزاويه مثلا 83، تمام؟ طيب مع الزيرو سيكونس امبيدنس اللي هي 6.8 اوم بانجل 80، هتلاقي ان الخط ان الريلي بتاعك لما قرا الامبيدنس ولاحظ وجود العطل قرا 16 اوم بانجل 82.42. هنا في الحاله دي كده الخط عندك او الريلي عندك ممكن ما يشوفش العطل، يشوفه بره الخط، تمام كده؟ هنا لازم يكون في حاجه اسمها زيرو سيكونس كومبنسيشن فاكتور بندخله كسيتنج في البروتكشن ريلي، وعلى اساسه اللي بيحصل كومبنسيشن، بحيث في الاخير الكومبنسيشن ده يعادل الزيرو سيكونس امبيدنس اللي تم اخذها من اختبارات اللاين بارامترز وتم وضع على اساسها الزيرو سيكونس كومبنسيشن فاكتور بشكل سليم، واللي بيأثر عندك على الار وعلى الاكس. يعني هتلاقي ان زاويه ميل الار في الكواد كاركترستيك، زاويه الميل هنا بتتاثر عندك، وقيمه الرياكتنس عندك كقيمه بتتاثر الكومبنسيشن فاكتور، تمام؟ وبالتالي في الاخير هتقدر تقول لي في الاخر ان والله لا انا كده عندي مشكله، فلازم اعمل كومبنسيشن للكلام ده عشان الريلي يقدر يشوف فعلا العطل عندك على الايه، على الخط بتاعك بشكل سليم، او يعرف فين مكان وجود العطل على الخط بتاعك ويقدر يعمل تريب. طبعا الكومبنسيشن زي ما قلت لكم ده بيترسم في الزونات، وهنشوفه دلوقتي مع المهندس احمد هيورونا في ازاي بيترسم في الاو سي فايل باستخدام السي ام سي، ونشوف ازاي الكومبنسيشن ده تم في الار وتم في الاكس اكسس. وكده شباب نقول اننا نغطي الجزئيه بتاعتنا الخاصه بالديستانس بروتكشن كثير اوف اوبريشن، وان شاء الله ربنا زي ما وعدتكم باذن الله في المحاضرات القادمه هنتكلم عن كل جزئيه بالتفاصيل، ولكن انا بحاول افتح جميع المواضيع او المدارك قدامكم عشان نكون جاهزين لها في المرحله المقبله باذن الله رب العالمين. هيكون دلوقتي معانا المهندس احمد عبد الوهاب، هيقدر دلوقتي يخش ويشوف نشوف مع بعض الاو سي فايل وازاي اظبط التست بتاعنا. اتفضل باشمهندس احمد. السلام عليكم محمد، شكرا جزيلا على المحاضره القيمه دي، وان شاء الله يا شباب هنوريكم حاليا ازاي نقدر نرسم الكاركترستيك للديستنس بروتكشن على الاقل زون 1 في وجود الزيرو سيكونس كومبنسيشن وفي عدم وجود الزيرو سيكونس كومبنسيشن، وهنوريكم برضو ازاي تقدر على نفس الاو سي سي فايل تقدر ترسم distance protection بزيرو compensation وdistance protection أو distance zone من غير zero sequence compensation. أول حاجة هعمل بس share the screen. أتمنى أن أنتوا بس تكونوا شايفين كده الـ accelerator الـ SCL411L. تمام محمد؟ اي اللحظه هذا ايوه كده كده ظهر. طيب تمام، انا عندي فايل. ايوه كده تمام كده ظهر يا باشمهندس، اتفضل. اوكي تمام، انا عندي فايل ل SCL411L ريلي، هقدر اوريكم ازاي تقدر تجيب البارامتر اللي انت محتاجها في من الديستانس ريلي من الاكسلريتور سوفت وير، وازاي تقدر تدخل البارامتر دي على الاو سي سي فايل بحيث انك تقدر ترسم الكاركترستيك بشكل سهل جدا وبسيط. حتى لو الريلي اللي عندنا غير مدعوم بالبي تي ال، السيل 411L مدعوم بالبي تي ال، وتقدر تستخدم البي تي ال. البي تي ال للشباب اللي ما يعرفوش هو بروتكشن تيست لايبراري، عباره عن مكتبه كامله فيها 420 ريلي اوميكرون بتدعمهم، بحيث ان هم تقدر تنزلهم من على الويب سايت، تقدر تستخدم الملفات دي في اختبارات اجهزه الوقايه. ولو قابلتك اي مشكله تقدر تتواصل معانا على التكنيكال سبورت، وبنساعدك باذن الله ان احنا نحل المشكله اللي موجوده عندك. فاول حاجه محتاجينها بنروح للجروب 1 وبنجيب اللاين كونفيجريشن. اللاين كونفيجريشن من هنا بتقدر تجيب السي تي ريشيو اللي هي سي تي ار دبليو مثلا 600 على 1، وبتقدر تجيب الريتد فولتج للسكندري اللي هو 100 فولت سكندري، وعندك كمان الريشيو 1100، ده معناه ان السي تي بتاعي او ان اللاين ده عباره عن 110 كيلو فولت على 100، لان احنا بنضرب السكندري في
الفولتج ريشيو، فبيديك البرايمري بتاع الفي تي، وبتقدر تجيب الداتا الاساسيه لللاين اللي هي زد 1 ماجنيتيود زي ما محمد قال لنا، والزد 1 ماجنيتيود بتبقى بتعادل الزد 2 ماجنيتيود يعني. فبالتالي فمش هتلاقي الناس اللي بتتكلم في السيمتريكال كومبوننت ليه دايما في الريليز بنتكلم على ان زد 1 بس وما بناخدش في حسابنا زد 2، هل زد 2 مهمله؟ لا، زد 2 ما بتكونش مهمله، زد 2 بتكون مساويه بالظبط لنفس قيمه الزد 1، نفس قيمه البوست سيكونس امبيدنس. ولو رجعت انت للسيمتريكال امبيدنس في المعادلات هتلاقي ان زد 1 بتساوي زد 2، وفي حاله ده في حاله الترانسميشن لاين ما بيكونش فيه اي اختلاف ما بين زد 1 وزد 2. وعندنا كمان الزد 1 انجل هي عباره عن الكاركترستكس بتاعت الديستانس ريلي او الكاركترستيك او اللي هي اللاين امبيدنس انجل. بعض الريليز زي سيمنز 7 اس دي الفيرموير الجديده في السايبروتيك 4 بيديك زاويتين، الزاويه الاولانيه اللي هي اللاين انجل والزاويه الثانيه اللي هي الديستانس انجل. 99.9 من الحالات بتكون اللاين انجل هي مساويه للامبيدنس انجل او الديستانس انجل، لكن في اجهزه زي السيل بتلاقي ان الزد 1 انجل هي عباره عن اللاين انجل، وفي نفس الوقت هي بتكون الديستانس انجل. وكمان عندنا الزيرو الزد 0 ماجنيتيود هي عباره عن 24 اوم، وكمان الزد 0 انجل اللي هي عباره عن زاويه الزيرو سيكونس امبيدنس. وتخلي بالك انه في بعض الريليز بتحط البارامتر بتاعه الزد 1 والزد 0 كبرايمري زي الاجهزه بتاعت الريد 670 الريل 670 بتحتاج انك تدخل قيمه البرايمري امبيدنس، وبعض الاجهزه تاخدها كسكندري زي السيل. فبالتالي تاخد بالك من النقطه دي، اليونت اللي مستخدمه هل هي يونت اوم سكندري ولا اوم برايمري. في الاو سي سي فايل او في التست يونيفرس عندنا اوبشن سهل جدا، ما بتحتاجش انك انت تقعد تحسب او تحول من برايمري لسكندري عن طريق انك تضرب في السيتي ريشيو على الفيتي ريشيو عشان بس تحول من برايمري لسكندري. لا، عادي جدا تقدر تدخل القيمه اللي موجوده في الريلي سوفت وير، وفي اوبشن في التست يونيفرس تقدر تعمل له اكتيفيت بتعرف على طول الاو سي سي فايل ان القيمه اللي انت مدخلها له هي قيمه برايمري، او لو ما عملت لهاش اكتيفيت يبقى هو بيفهم على طول اوتوماتيك ان هي قيمه سكندري. طيب محتاج ان ايه تاني ان انا اعمله؟ محتاج ان انا ابص على قيمه الديستنس. فزي ما احنا عارفين ان انا عندي مثلا، احنا النهارده هنتكلم على الجراوند امبيدنس، فعندي حاجه اسمها الكواد جراوند امبيدنس. اول حاجه عندي زون 1 قيمه الاكس جي 1 هي عباره عن 4 اوم، والار جي 1 هي عباره عن 1.5 اوم، فده معناه ان الخط بتاعي صغير جدا. في عندنا اوبشن اللي هو الادابتيف ريزيستنس، هو عباره عن اوبشن جوه الاس سي ال ريلي مش موجود في اغلب الريلي، كل ما عليه ان هو بس بيخلي الرايت سايد بتاع الاس سي ال ريلي بيكون دايناميك مع اللود، وده ما بتقدرش تختبره اون سايت. كمان بيأثر بيغير قيمه بيأثر على قيمه الليفت سايد في النيجاتيف ار، بيخليه عباره عن اصغر قيمه للار. يعني الادابتيف ريزيستنس هو عباره عن اليمنت دايناميك اليمنت زي بالظبط زي السكيورتي مود اللي موجود في في 487E، في حاجه شبيهه ليه بنسميه احنا الادابتيف ريزيستنس. الادابتيف ريزيستنس هو عباره عن اليمنت او لوجيك جوه الريلي بيساعدك انك انت تغير قيمه الار ناحيه اليمين في الربع الاول او الربع الرابع بناء على قيمه الحمل، حاجه كده شبه اللود انكروشمنت. هو مش لود انكروشمنت، حاجه شبهه ما بتقدرش تختبرها في السايت لانه هو بيعمل حسابات الجوريثم انسايت ما بتقدرش تتنبأ بيها، فما بيكونش عندك كاركترستيك للادابتيف. لكن القيمه اللي ناحيه الليفت سايد اللي هي في الكوادرنت الثاني دي قيمة بتكون ثابتة، وهي عبارة عن أصغر قيمة للآر في كل الزونز. يعني لو أنت عندك هنا RG1 1.5 وعندك RG2 3 أوم وRG3 4 أوم ومثلا RG5 5 أوم مثلا، يبقى البلندر بتاعك أو الليمت بتاعك هو أصغر قيمة R في كل الزونز وهو ليكن 1.5. نقطة تانية مهمة لازم تاخدها في حسابك الزيرو سيكونس كومبنسيشن. أنا عندي هنا زيرو سيكونس كومبنسيشن نص وماينس 20، فده في الوهلة الأولى هنعتبره أنه هو قيمة صفر وصفر، وهقول لك ازاي تقدر تشوف الافكت بتاع النص والماينس 20. نقطه تانية مهمه تقدر تاخد بالك منها وهو عباره عن التايم ديلي. في التايم ديلي هنا انا عندي الزد 1 جي دي اللي هو التايم ديلي للزون 1 تو جراوند زيرو زيرو سايكل، يعني زيرو ملي سكند. وتخلي بالك ان في يكون عندك في حاجه اسمها الكومن تايم ديلي في الديستانس، فلو هو متاكتف في السيل فور 11 ال اللي هو اسمه الديستانس كومن تايم ديلي ده،
لو متاكتف يبقى انت تاخد الاليمنت ده هو عباره عن السيتنجز بتاعتك لو في اختلاف ما بين الزد 1 والزد 1 جي او الزد 1 بي دي. طيب ازاي نقدر نطبق الكلام ده؟ نفتح التست يونيفرس. اول حاجه محتاج ان انا اعملها هروح لنيو تيست دوكيمنت، فده الديستانس بتاعي. الناس اللي اتعاملت مع اوميكرون او مع الاو سي سي فايل عارفين احنا عندنا في حاجه في اوميكرون مهمه جدا جدا اسمها اومز لو. يعني ايه اومز لو؟ هو شبه الاومز لو اللي موجود عندنا في الكهرباء، ان الفي بيساوي اي في ار، لكن في اوميكرون اومز لو مختلف. اومز لو معناه الاو جايه من التست اوبجكت، الاتش جايه من الهاردوير، والام جايه من الموديول. فانت مبدئيا عشان تقدر تعمل او سي سي بشكل صحيح محتاج انك تطبق اومز لو بشكل صحيح. فاول اليمنت انا عندي هو الاو التست اوبجكت، بدوس دبل كليك على التست اوبجكت بيفتح لي الويندو اللي انتم شايفينها دي. لازم اول حاجه اظبط الديفايس بتاعتي، الديفايس بتاعتي اللي هي عباره عن التست يونيفرس بتاعي او الاو سي سي. فانا هختبر اس سي ال 411L والمانيفاكتشر هسميه جفايتسر مثلا. بتحتاج هنا تحط بعد الداتا اللي انت محتاجها دي هتظهر معاك في التست ريبورت فجفايتسر انجينيرنج، وبعدين تقدر تحط الداتا كاسم الجهاز والسيريال نمبر والنيم، وتقدر كمان تحط اسم المختبر المهندس اللي انت اختبرت بيه مثلا محمد رشاد، يعني نكتب الاسم بالاضافه تحط الداتا بتاعتك. بعد ما بتخلص الداتا اللي بتظهر معاك في التست ريبورت هنا لازم تروح تعرف ايه النومينال فاليو بتاعتك. فلو السيستم بتاعك 2 فيزز او 3 فيزز ايه الفرق؟ دي نقطه مهمه جدا يا شباب اللي بيتعامل مع اوميكرون. التو فيز ده مش معناه دي سي، لا التو فيز ده معناه ريلوي سيستم، لان عارفين كل اجهزه الريلوي بتعتمد على فستين، فعندنا ديستانس بروتكشن بتعتمد على التو فيزز. فلازم تعرف السي ام سي ان هو تو فيز وليس دي سي. الثري فيز هو عباره عن النورمال سيستم بتاعنا. الثري فيز السيستم بفريكوانسي 60 هرتز على سبيل المثال. الفي تي نومينال هو عباره عن 100 فولت زي ما احنا شايفين من اللاين كونفيجريشن هنا. تقدر تجيب الفي نومينال للسكندري هو عباره عن 100 فولت، تحط هنا ال100 بتوعك اوتوماتيكلي بيقسم ال100 على جذر 3 بيديك 57.74، وتقدر تحط البرايمري اللي هو ال110 فكده هو اوريدي مظبوط، ما فيش اي شيء محتاج ان انا اعمله. تقدر تحط البرايمري بتاعك 600 الى 1، وكمان تقدر تحط الريزيدوال اللي هو عباره عن جذر 3 او ان الاي نومينال على الاي واحد. يعني ايه معناه الاي نومينال على الاي ان على الاي نومينال؟ ده معناه لو انت عندك سي تي سبيشال، فبالتالي احنا في اوميكرون بنسبورت يا 1 امبير يا 5 امبير، ولكن في بعض الحالات السي تي بيكون سبيشال، بيكون مثلا 600 على 1.5 امبير او 2.5 امبير. فانت هتجيبها دي منين؟ هتقدر تظبطها منين؟ وفي نفس الوقت عايز تحط نفس السي تي ريشيو بتاعتك 600 على 1، يبقى عندك المالتيبليكيشن فاكتور اللي هو عباره عن 2.5 هي الريشيو ما بين الاي اللي انت عايز تحقنه والكرنت اللي المفروض يطلع من السي تي. وكمان لو انت عندك السي تي او الكونكشن بتاعتك هل هي مثلا فيها اوبن دلتا يبقى على 3 او بيبقى على جذر 3 في حاله زيرو سيكونس فولتج. النقطه الثانيه اكبر جهد ممكن يطلع من السي ام سي 200 فولت، واكبر كرنت تقدر تطلعه من السي ام سي ان كيس لو انت عامل كومباين لكل الفيزز هو عباره عن 50 امبير. بالنسبه للاوفرلود يعني لو انت لاي سبب من الاسباب خليت الكرنت سورس اللي طالع من السي ام سي اوبن، او لو خليت الفولتج سورس اللي طالع من السي ام سي بيكون شورتد، لازم يديك الديتكشن بتاعته يكون فيري هاي ويكون الديوريشن بتاعه 50 ملي سكند. بنطمنك ان الاجهزه بتاعتنا بروتكتد اجينست الشورت سيركت واجينست الاوبن سيركت، بس ده مش معناه انك انت تروح دايركت تعمل شورت على دوائر الفي تي مثلا بتاعت على دوائر الفولت اللي طالعه من السي ام سي، لكن احنا بنقول لك ان البرودكت هو عباره عن برودكت بروتكتد اجينست الاب نورمال كونديشن زي الاوبن سيركت والشورت سيركت. الديباونس تايم والديجلتش تايم طبعا دول مهمين جدا جدا في لما بتيجي تختبر ستاتيك ريلي او الكتروميكانيكال ريلي، خصوصا لما بتيجي تعمل فولت او بيك اب. الريلي ميكانيكال ريلي بيعمل ديباونس، يعني بيقعد يعمل فليكر اوبن كلوز اوبن كلوز اوبن كلوز، شاترينج، نقدر نقول شاترينج مش فليكر الكلمه الصحيحه، تقدر تعمل له شاترينج. فلازم تعرف السي ام سي اقل مده زمنيه الكونتاكت بتاع الريلي يقدر يقفل فيها عشان تقدر تعتبر ان هو غير الحاله بتاعته من اوبن لكلوز او من كلوز الى اوبن. ده احنا بنسميه
الديباونس تايم، والديجلتش تايم هو عباره عن ان التايم اللي الريلي ان الباينري انبوت بتاعه بيعمل بيفك او بيغير الميكانيكال بوزيشن بتاعه. بعد ما خلصت البارامتر دي، بارامتر مهمه تقدر تعرف الديفايس محتاج تعمل ايه. محتاج تروح لكلمه لريو، ومحتاج تروح لفانكشن. انا محتاج ان انا اختبر ديستنس، فاروح لفانكشن واعمل اد بختبر ديستنس بروتكشن. بعد ما بروح لكلمه اد بلاقي في ديستنس وبدوس اوكي، يظهر معايا كلمه ديستنس، اعمل دبل كليك عليها، هيديك البارامتر بتاع الديستنس ريلي. انت حاليا محتاج تعمل ايه؟ محتاج تعرف او سي سي فايل ايه هي الكاركترستيك بتاعت الديستنس ريلي اللي موجوده عندك. فبتقول له والله السيستم بتاعي هو عباره عن لاين. طب ايه البارامتر بتاع اللاين؟ البارامتر بتاع اللاين بقول له ان هي زد 1 انجل 80 وزد 1 ماجنيتيود 10 اوم. وتخلي بالك ان دي مش لكل كيلومتر، لان لو كل كيلومتر يبقى انت لازم تعرف طول الخط، فبالتالي تضرب اليونت تضرب قيمه الامبيدنس بير كيلومتر تضربها في طول الخط عشان تقدر تجيب الاوفرول امبيدنس. فانا عندي هنا الاوفرول امبيدنس 10 اوم، فبروح لي واكتب هنا 10 اوم، وفي نفس الوقت عندي الديستنس هي عباره عن او الانجل عباره عن 80. نقطة تانية مهمة، لازم تجيب الدايركشناليتي بتاع الفي تي والسي تي، وإلا الفورورد هيشوف الريفيرس والريفيرس هيشوف الفورورد، فلازم تتأكد من الدايركشناليتي بتاعت الفي تي. طيب إيه الفرق ما بين الفي تي على اللاين والفي تي على الباسبار؟ الفي تي على اللاين مهمة جدا، ده معناه إن لما السي إم سي سيميليت فولت ويجي له تريب كونديشن، السي إم سي هيقطع الجنريشن بتاع الجهد أثناء فترة البوست فولت. يعني بعد ما يجي لك تريب كوماند من الريلي، السي ام سي هيوقف تيار ويقف جهد. فده لان هو متوقع ان الفي تي على اللاين. فمعنى ايه ان الفي تي على اللاين؟ معنى ان البريكر فتح، فاصبح ما فيش مصدر جهد لللاين. طيب لو الفي تي على الباسبار، فده معناه ان السي ام سي حتى اثناء قيمه البوست فولت اللي هي الزمن اللي بعد الفولت، بيفضل هو السي ام سي حائن لمده 8 بعد الفولت، هيفضل حائن قيمه جهد عشان يقدر يشيميليت ان للريلي الوضع الحقيقي اللي هيكون موجود اثناء التشغيل. نقطه مهمه تاخد بالك ان الفي تي على اللاين الفي تي على الباس بنسبه كبيره جدا جدا جدا، كل اللاين بروتكشن او الديستنس بروتكشن في المحطات الجديده هتلاقي ان الفي تي على اللاين. فدي تخليها يعني تخليها كده باي ديفولت، لكن لو اشتغلت في محطه قديمه خصوصا الناس اللي بتشتغل في السعوديه، ممكن تخلي بالك في المحطات في المدن الصناعيه القديمه بيكون الفي تي على الباسبار وليس على اللاين، يبقى نخليه على اللاين. السيتي دايركشناليتي توورد اللاين ولا توورد الباسبار، برضو دي تخلي بالك منها. نقطه التقريض او نقطه التجميعه السميشن بوينت بتكون توورد اللاين توورد الباسبار عشان الدايركشناليتي للفورورد والريفرس، فبنخليها دايركشنال لاين. التولرانسز دي بيحتاج تجيبها من الريلي من الريلي مانيوال، يقول لك التولرانس ابسوليوت التولرانس التولرانس ريليتيف. الفرق ما بين التولرانس ابسوليوت والتولرانس ريليتيف، لو جينا قلنا مثلا لو انا عندي التولرانس بتاع الريلي صفر، فلو جيت قلت لك ابسوليوت 10 الريليتيف 10% فهو 10% من الصفر هي صفر، يبقى الريليتيف ملوش معنى. طيب يبقى ولكن مفيش حاجه في الدنيا، مفيش حاجه في الدنيا الاكيرسي بتاعتها 100%، لازم يكون في ايرور بلس ماينس. فاحنا في اوميكرون بنعرف اثنين بارامتر، البارامترز دول احنا بنسميهم التولرنس. السي ام سي بياخد اكبر تولرنس عشان يقول لك ان دي التولرنس اللي انا هستخدمها اثناء الاختبار. بمعنى مثلا لو انت جيت في المانيوال بتاع اي ريلي وقال لك والله زون 1 هي عباره عن 1 اوم، وانا التولرنس بتاعي 1% او 50 ملي اوم، ف 50 ملي الواحد في المية هي عبارة عن الواحد في المية من الواحد هي عبارة عن 10 ملي اوم، فيبقى ال 10 ملي اوم ولا ال 50 ملي اوم، السي ام سي اوتوماتيك هياخد ال 50 ملي اوم لان هي اكبر تولرنس. فتخلي بالك ما بين الفرق ما بين الريلاتيف تولرنس والابسوليوت. الابسوليوت بيكون رقم، الريلاتيف بيكون نسبة من السيتنجز، والسي ام سي بياخد اكبر تولرنس في الاثنين وبيعتبره ده التولرنس بتاع الكاركترستكس بتاعتك. نفس الكلام في التايم، هو بيكون في الامبيدنس. طيب الجراوند فاكتور، عندنا ريبريزنتيشنز كتيره للجراوند فاكتور، عندنا الكي ال وعندنا الار اي على الار ال والاكس اي على الاكس ال، وكمان عندنا الزد 0 على الزد 1. الكي ال هو عباره عن كيو فاي، الزد 0 على الزد 1 هو عباره عن الزيرو سيكونس ريشيو ما بين الزيرو سيكونس امبيدنس بتاع اللاين على الزد 1
او هو الار اي على الار ال واكس اي على الاكس ال، وكلهم من الاخر تقدر تحولهم من قيمه الى اخرى. انا عندي ابلكيشن نوت ان شاء الله هشيرها مع محمد رشاد مع الاو سي سي فايل، ازاي تقدر تحولها ماثيماتيكلي من زد 0 على زد 1 الى كي وال اللي كي وفاي، او من ار اي على ار ال واكس اي على اكس ال، وبالتالي تقدر برضو تقدر تعمل ريفيو للرياضيات اللي احنا درسناها ايام الكليه. تقدر تختار، تقدر تختار الفاكتور او الريبرزنتيشن المناسب ليك من الريلي سوفت وير. يعني سيمنز عنده ار اي على ار ال، اكس اي على اكس على اكس ال، الشنايدر في كي والكي فاي، الاي بي بي اعتقد زد 0 على زد 1، الريلي اللي معانا هنا السيل هو عباره عن كي وكي فاي. فانا البارامتر عندي هو عباره عن كي، خلي بالك تحط القيمه بتاعته ديفولت بزيرو، يبقى الماجنيتيود بزيرو وكمان الانجل بتاعته بزيرو، لان انا هعتبر في الكيس الاولانيه ان انا ما عنديش اي زيرو سيكونس كومبنسيشن. طيب، وفي نفس الوقت لو انت عندك الريلي بتاعك بياخد البارامتر لار اي على ار ال واكس اي على اكس ال، لازم تيجي تعمل تيك هنا تقول له والله ياخد قيمه الار اي على الار ال. لو بياخد اي بارامتر تاني كي وفاي زد 0 على زد 1 ما بتحتاجش تعمل التيك دي، ويبقى الامر كده سهل. يبقى التيك او بتي اكتيفيت دي في حاله ان الريلي بتاعك بيستخدم ار اي على ار ال واكس اي على اكس ال. بعض الريليز زي المايكوم عنده اليمنت تاني اسمه الارك ريزيستنس، بياخد اليمنت لوحده قيمه الارك ريزيستنس. لازم تعرف التست يونيفرس بسيبريت ارك ريزيستنس، فبتدي له قيمه السيبريت ارك ريزيستنس وتقول له ان دي قيمه المفروض هو ما ياخدهاش في حسابه اثناء السيميليشن، فبتدخلها له وانت بترسم الكاركترستكس بتاعه الديستنس بروتكشن. طب بما ان انا ريلي عندي ما فيهوش سيبريت ارك ريزيستنس بتخليه انتك. طيب لو الريلي بتاعي بياخد البارامتر كبرايمري، زي ما احنا قلنا برايمري تيجي هنا تحط الايه الامبيدنسز ان برايمري فاليوز، ده لو انت بتختبر ريلي زي الاي بي بي، لكن بما ان الكيس اللي عندي كلها سكندري فما تحتاجش انك تعمل اكتيفيت للموضوع ده. النقطه الثالثه، النقطه اللي بعد كده الامبيدنس كوركشن اي 1 امبير على اي نومينال. زي ما قلنا يا شباب بيكون عندنا بعض السيتيهات بيكون الريشيو بتاعته سبيشال، وده انا شفته كان سي تي 6000 على 6000 امبير على 2.5 امبير كبرايمري، فلازم تدخل البارامتر بتاعتك الريشيو ما بين الواحد وال200 وال2.5، فهيكون كل واحد امبير السي ام سي هيطلعه بيعادل قد ايه من النومينال كارنت اللي جاي من السي تي. بعد ما بتخلص البارامترز دي بناء على الريلي بتاعك، انت هنا ما زلت تحت الاوبجكت تحت حرف الاو في اوميكرون اومز لو. بعدين بتروح للزون سيتنجز، محتاج انك ترسم زون، بتروح لكلمه نيو بينزل لك اوتوماتيك زون، فبتلاقي ان الزون وليكن هي زون 1 زد 1 والليبل هو عباره عن زد 1 والتايب تريبنج والفولت لوب. تقدر تختار الفولت لوب. طيب تقدر تختار الفولت لوب هل اول يعني ده، هل دي الكاركترستيك دي بتكون امبلمنتد في حاله السنجل فيس فولت، الفيس تو فيس فولت، او الثري فيس فولت. لو خليتها اول بيظهر لك في الكاركترستكس بتاعت كله. طب لو انت عايز لو خليتها L1E L1E يبقى انت ده في السنجل فيس فولت، L1LL ده L1LL ده في الفيس تو فيس فولت، او في حاله ال L1 L2 L3 ده بيكون في 3 فيس فولت. طيب لو انا خليتها L1E يبقى ده معناه ان ده هيظهر معاك بس في كيس ال L1E. فبما ان انا عندي الكاركترستيك متطابقه لكل سنجل فيس فولت ما بتختلفش من فيزا لفيزا، يبقى انا هخليها L1E. النقطه الثانيه المهمه الكاركترستيك بتاع او السيتنجز بتاعت الزمن، زي ما احنا قلنا يا شباب تقدر تخليه زيرو، وفي نفس الوقت تروح للابسوليوت بتاع الزمن تعمل له اكتيفيت وتقول له يبقى هنا كده 50 ملي سكند، يبقى اوتوماتيك الريلي هياخد القيمه دي زيرو زائد 50 ويكون المينيمم اوبريتنج تايم هو عباره عن 50 ملي سكند. بعض الناس يقول لك لا انا مش عايز ده وهخليه زيرو، وهروح هنا مثلا اخلي ده زيرو معلش، وفي نفس الوقت هروح هنا اقول والله يبقى المينيمم تريب تايم بتاعي هنا 50، هي مش هتفرق معاك اي شيء، فانت تخليها زيرو وتخلي دي كمان 50 ملي سكند، يبقى انت كده مشيت بناء على اللي موجود في المانيوال، يبقى انت ظبطت التايم وظبطت كمان التولرانس بتاعتك. التولرانس هل هي 5% او 50 ملي اوم بناء على السيتنج اللي انت هتدخلها، ايهما اكبر السي ام سي او التست يونيفرس هيعتبرها ان دي البارامتر بتاعتك. طيب افتح انا الديستنس زون دي دبل كليك، هلاقي ان انا عندي شيب، عندي اشكال
الشكل الاولاني اللي هو السيركل وده بيريبريزنت المو. الشكل الثاني اللي هو التوميتو او اللينز ده بيكون في ريليز يعني اعتقد مش منتشر عندنا في المنطقه زي التوشيبا والحاجه اسمها الالكترونيك دي بعض الريليز اللي هي موجوده في المانيا وفي اوروبا بيكون الكاركترستكس بتاعتها توميتو او لينز. انما اذا الحاله اللي عندنا هي النهارده هي عباره عن كواد. اول ما بدوس على كلمه كواد بيظهر معايا اربع بارامتر او اربع خطوط. في اوميكرون تقدر تبتدي من اي خط مفيش اي مشكله، لكن اهم شيء الخط اللي هتبتدي منه لازم تدور عكس عقارب الساعه عشان ترجع له تاني. بمعنى لو انا ابتديت من الخط اللي تحت ده ما ينفعش ادور العكس، ما ينفعش ادور من يعني من الربع الرابع للربع الثالث للربع الثاني للربع الاول وهكذا، لا لازم ابتدي من الربع الرابع اروح للربع الاول اروح للربع الثاني اروح للربع الثالث وبعدين ارجع للربع الرابع. يبقى ابتدي من الخط بتاعي وادور عكس عقارب الساعه عشان ارجع لنفس الخط مره ثانيه. ففرضا انا هبتدي من الخط ده، هبتدي من الخط ده، يبقى ده الخط الاولاني وبعدين ده الخط الثاني وده الخط الثالث وده الخط الرابع. طيب اول حاجه بناء لازم تكون شايف او عارف من شكل الريلي كاركترستيك في المانيوال بيكون شكلها عامل ازاي. فعندنا في الـ SEL411L اول خطوه الخط ده، وليكن مثلا الخط ده بيمر بنقطه الاصل. طب ما احنا عارفين ان اي خط تقدر تعرفه في نقطه، اي خط في الدنيا تقدر تعرفه بنقطتين عليه او نقطه وسلوب، وسلوب من الخط. لكن ده في حاله ما يكون في حاله السكيلر، لكن في حالة الـ RX diagram اللي هو الفيكتوريال diagram تقدر لازم تعرف باتجاه الخط وفي نفس الوقت بنقطة عليه. فبالتالي الخط اللي قدامنا ده اللاين الأولاني ده احنا عارفين من الريلي مانوال ان هو بيمر بنقطة الأصل. فمعناه ايه نقطة الأصل؟ يعني R بصفر و X بصفر، فده معناه ان هو R بصفر و X بصفر وزاويته هي دي اللي متبقية عندي معرفهاش. طيب الخط الثاني، الخط الثاني ده احنا عارفين انه تقاطعه مع محور الار بيكون في نفس قيمة الار جي 1 اللي انت لو جبتها من الريلي سيتنج هنا بتكون تعادل 1.5 اوم. يبقى نقطة التقاطع هنا هي عبارة عن الار بتاعتها بواحد ونص اوم. طب بما ان الار دي او النقطة دي بتقع على محور الار فهي بالتالي ملهاش اي احداثي في الاكس، يبقى الاحداثي بتاع النقطة دي ار بواحد ونص اكس بصفر وزاوية ميلها انا ما اعرفهاش. تمام، يبقى انا كده جبت الميل بتاعه، يبقى انا احط هنا صفر وصفر وده هخليه زي ما هو ماينس 15. وهاجي على الخط الثاني اللي هو ده، لو انا دوست عليه كده هلاقيه ان النقطة دي هايلايتد، يبقى كده التيست يونيفرس بيقول لي خلي بالك البارامتر اللي انت بتدخلها هي خاصة باللاين ده. يبقى انا هروح للار، الار يبقى بواحد ونص والاكس بتاعته بصفر لان انا عارف الار هخليها زاويتها هخليها زي ما هي. طيب هاجي على الخط الثالث، الخط الثالث انا عارف ان هو الخط بتاع الاكس، يبقى الار بتاعته بصفر والاحداث الاكس بتاعه باربعة وزاويته هنقول هنخليها زي ما هي. طيب هيجي لي الخط الرابع، الخط الرابع من الكاركترستكس بتاعتنا، من الكاركترستكس بتاعتنا بنقول ايه؟ بنقول ان الخط الرابع اللي في الكوادرانت هو بيقطع بنفس القيمة المساوية للار جي 1، يبقى هحط الار بي ماينس 1.5 وانا عارف ان هو هيقطع الخط بتاعي الاحداث بتاع نقطة التقاطع ار والاكس بتاعها بصفر والزاوية بتاعتها ما عرفهاش. يبقى انا كده حطيتها كقيمة ار واكس لكن الزوايا، لكن الزوايا ما عرفهاش. طيب اول حاجة عايز دلوقتي او الخطوة اللي بعد كده عايز ابتدي اظبط في الزوايا. لو انت عندك الجنرال شيب هيسهل عليك اكتر، لكن احنا بنبتدي من السكراتش. فخلينا نقول والله الخط الثاني اللي هو الخط بتاعنا ده انا عارف ان زاويه ميله، زاويه ميل الخط ده بتساوي زاويه الزد 1 انجل اللي هي 80. يبقى انا هحط الخط بتاعي ده زاويته 80، هتلاقيه مال معاك بزاويه 80. طيب الخط اللي بعد ده او الخط اللي في الربع، في الربع الرابع انا عارف ان الخط اللي في الربع الرابع ده بيكون عمودي على اللاين انجل، اللاين انجل اللي هي 80. فمكمل متمم او مكمل مش فاكر بالرياضيات، متمم او مكمل اللي هي بيكمل الزاويه، مكمل بالظبط
مكمل الزاوية بتاعة اللاين انجل اللي هي زد وان انجل اللي هي 80 هيكون 10، لكن بما ان هي في الربع الرابع يبقى انا ما اقولش 10، اقول ماينس 10. يبقى انا كده هنا عندي زبطت الزاوية بتاعتي ماينس 10، يبقى انا كده جبت الخط ده ماينس 10 وجبت الخط ده 80. طيب الخط الثالث زي ما قلنا يا شباب نقطة مهمة جدا جدا جدا، اتجاهية الخط او اتجاهية الدوران. فالخط ده بيدور، يبقى راس، لو انت تخيلت ان هو سهم يبقى راس السهم هتكون عند نقطة التقاطع دي، يبقى ده راس السهم. بعدين من نهاية من راس السهم تبتدي بخط توصل لراس السهم، يبقى ده موازي الخط الزد وان انجل، هي عبارة عن زاوية 80. طيب يبقى من نهاية الخط ده اللي هي راس السهم عايز ترسم خط تاني كده وهو عبارة عن راس السهم هنا. طب الخط ده راس السهم بتاعه هنا، يبقى ده موازي للخط بتاع الماينس ار اللي هو خط ال 180، فبالتالي ده السبب اللي خليناها حطيناها 180. لو انت حطيتها صفر مفيش اي مشكلة، هدور الاتجاه التاني، لكن ماتيماتيكالي يكون صح، لازم تاخدها بالزاوية الاتجاهية بتاعك من صفر الى 180. طيب الخط ده اللي هو الخط الرابع، الخط الرابع بيكون موازي للخط بتاع الار جي 1، وبالتالي يبقى انا عارف موازي يعني نقطة التقاطع بتاعته ماينس 1، بس باخدها في حسابي انه بيكون زاوية اتجاهيته بتكون هي عبارة عن زاوية الخط لكن متجهة الى الربع الرابع، يبقى السهم نازل الى تحت، يبقى عكس الخط ده هو الخط اللي في الربع الثاني، هيبقى 80 زائد كام يا شباب؟ زائد ال 180 تبقى 260. يبقى بالتالي شكل الكاركترستكس بتاعتي بالشكل ده. نرجع تاني، يبقى الخط الاولاني بيمر بنقطه الاصل واتجاهيته عمودي على الزد 1 انجل، الخط الثاني موازي للزد 1 انجل يبقى زاويته 80، الخط الثالث هو بيقطع الاكس اكسس في القيمة دي وبالتالي بتكون زاويته موازية الى ماينس ار فبيكون زاويته 180، الخط الرابع هو مساوي من حيث المقدار للخط بتاع الار جي 1 بيبقى ماينس ار جي 1 وبالتالي بيكون زاويته متجه الى الاسفل، يبقى عبارة عن 80 وكأنه هيدور الى 180 درجة، يبقى 80 زائد 180 هي 260، وتدوس اوكي وبعدين اوكي تفتح هنا، يبقى انت كده ظبطت التست اوبجكت بتاعك. الهاردوير كونفيجريشن نقطه سهله جدا وبسيط، بتحدد نوع السي ام سي وفي نفس الوقت بتختار الانالوج عدد الانالوج انبوتس والانالوج اوتبوت، فبما انك بتختبر ديستانس محتاج بس 3 فيز فولتج وما تحتاجش 6 كارنت فبتختار 3 فيز كارنت، وتخلي بالك انه اللون الاولاني ده او الجروب الاولاني الفولتج منور باللون الجراي وهنا بيكون هايلايتد باللون الجراي، فده معناه ان دول تقدر تاخدهم من الجنريتور كومبينيشن كيبل في السي ام سي، وتخلي بالك ان انت موصل مي اوتبوت اي فولتج واوتبوت اي كارنت، دوست اوكي. بعدين تقدر تسمي الفازات بتاعتك في ال 1 اي في ار في واي، يعني بعض الناس بتحب تسميها في ار في واي وليكن سميها في بلو، وبعدين اي ار اي واي بعدين اي بلو، وفي نفس الوقت تحتاج عدد الباينري انبوت، فيفضل لو انت هتختبر بباينري انبوت واحد وهو عباره عن التريب يبقى تاخد باينري انبوت اسمه تريب، لو انت عندك تريب ال1 تريب ال2 تريب ال3 تختار الاوبشن بتاع الانبوت الاولاني تريب ال1 تريب ال2 تريب ال3، فبما ان انا عندي باينري انبوت واحد حاليا باخد التريب، مش محتاج اي باينري انبوت، اي باينري اوتبوت طالع من السي ام سي، فتيجي هنا وتعمل تدوس على اخر واحد وبعدين تفضل دايس على الماوس وبعدين تيجي رايت كليك تعمل ديليت تيرمينال، يبقى انت كده عملت ديليت لكل الباينري اوتبوت، وبعدين اديتي انالوج انبوت لو انت عايز تكاليبريت هنا مثلا ترانسديوسر تايم سورس، دي اتكلمنا عليها في المحاضره اللي فاتت، تقدروا ترجعوا للفيديو الاخير. لو انا عايز اختبر لاين ديفرنشال اند تو اند باستخدام السي ام جي بي اس تقدر تستخدم التايم سورس وتشوف السيتنجز بتاعته، ابلاي اوكي تقدر بعد كده، يبقى انت كده ظبطت الاوبجكت والهاردوير كونفيجريشن، محتاج تضيف موديول تروح لانسرت وتلاقي تيست موديول وبعدين تدوس الى كلمه ديستنس فهتلاقي ادفانس ديستنس، وهو اول ما ينزل معاك الموديول تقدر تسميه هنا مثلا في البروبريتيز تقدر تسميه لينك تقدر تسميه ما ليكم مثلا
21 جي تريب او زون ريتش وليكن مثلا. بعدين دبل كليك تفتح التست مديول، الكاركترستيك هتلاقيه موجود عندك مرسوم، تروح لي وليكن مثلا شو تيست، تدوس L1 L2 L3 موجود، لكن في L1 L2 مش هتلاقيه موجود، لان احنا واحنا بنظبط في التست اوبجكت اخترنا L1 L2. محتاج تضيف اي شوت تيست تدوس هنا، وبعدين تروح لابند شوت تدوس هنا، وتروح لابند شوت بعدين تدوس هنا، يبقى انت بتختار شوت تيست. خلي بالك في بعض الاحوال لو جيت اخترت نقطه هنا وحبيت تعمل ابند شوت، او تختار نقطه بعيده هنا ابند شوت، خلينا نروح لنقطه بعيده هنا زي ما انتم شايفين النقطه دي هنا اللون بتاعها بقى دايره، ولو جيت هنا عملت ابند شوت هيقول لك ان هي اوت اوف رينج. يعني ايه اوت اوف رينج؟ يعني انت طالب من السي ام سي يحقن تيار او جهد عالي جدا عشان يمثل لك قيمه الامبيدنس دي. طب دي حلها ايه؟ انا مصر ان انا او الويتنس اللي معايا مصر ان هو يحقن نقطه بعيده جدا وعايز يعمل ميجرمنت للامبيدنس. اعملها ازاي؟ بما ان هو اختار نقطه بعيده جدا تقدر تروح لكلمه سيتنجز وتلاقي فيه هنا حاجه اسمها الاو ريدكشن اوف اي تيست. اول ما تاكتيفيت الاو ريدكشن للاي تيست هتلاقي ان النقطه دي لونها اتغير واصبحت نقطه فيزابل ان السي ام سي يحقنها. معناها ايه اللو ريدكشن اوف اي تيست؟ ده معناه انا بختبر بالتيست يونيفرس بتاعي، التيست موديل اللي انا بختبر هو عباره عن كونستانت تيست كارنت، يعني في اي فولت انا بقدر اعمل له سيميليت السي ام سي هيحقن 2 امبير اللي هو ضعف قيمه الاي نومينال عشان يمثل لك قيمه الامبيدنس. يعني ايه؟ يعني انا حاقن السي ام سي 50 اوم، عايز احقن 50 اوم. طب 50 اوم وانا حاقن 2 امبير، فده معناه ان انا هعمل ايه؟ لازم احقن 100 فولت، يبقى 100 على الاثنين يديني 50 اوم. طيب انا عايز احقن 50 اوم ولكن عند 1 امبير او 1.5 امبير، خلينا عند ال 1 امبير، يبقى انا اقول يبقى انا عايز احقن 50 اوم امبيدنس، يبقى عند 1 امبير يبقى انا محتاج احقن 50 فولت للفازه اللي عليها الفولت. فده معناه ان السي ام سي او التست يونيفرس هيفهم من ان انت بتقول له الاو اي ريدكشن الاو ريدكشن اوف اي تيست، ان انت خد القيمه المناسبه ليك كسي ام سي واحقنها عشان تقدر تمثل قيمه الامبيدنس دي. بمعنى اخر ما تحافظش على الكونستانت اي تيست. النقطه دي بتكون خطيره جدا في بعض الاحوال الريلي، نتيجه ان قيمه التيار بتكون قليله شويه ما بيقدرش يحس بالفولت، فتخلي بالك منها. ساعتها تقدر ترفع قيمه الكرنت شويه، بدل ما ليكم مثلا 2 امبير تخليه 3 امبير 4 امبير، فده هيظبط معاك الموضوع بشكل افضل. نشيل الالاو اي ريدكشن وبعدين نروح للشوت تيست، وبما ان احنا مش محتاجين دي نعمل ديليت شوت، ونقدر نختبر مثلا بالوضع بتاعنا اللي موجود هنا. طيب ما عايز اعمل تشيك تيست، تشيك تيست تقدر تختبره بشكل اوتوماتيك، ان انت تروح لكلمه ابند وتقول والله اختبر لي سيكونس، فبتقول له ابتدي من نقطه الاوريجين 0 و0، وابتدي لي من الزاويه 0 لحد الزاوية 120 وليكن أو 160، هدينا هنا ونقول كل 10 درجات للـ L1 والـ L2، وكمان تقول له والله أنا عايز طول الخط اللي أنا بختبره هو عبارة عن relative، وبما إن هي زون 1 بس فأقول له اختبرها لي بخط طوله 200% من زون 1. يبقى تخلي بالك النقطة دي برضو بتكون مهمة جدا، يبتدي يرسم لك الكاركترستيك بالشكل اللي انت شايفه ده. عايز تقدر تعمل زوم تيجي هنا رايت كليك وتعمل زوم مود وترسم الكاركترستيك قدامك تبقى شايفه في الوضع ده. الفرق ما بين الشوت تيست هو بيختبر نقاط جوه الكاركترستيك ونقاط بره، التشيك تيست بياخد نقطه بره الابر توليرنس، بره الابر توليرنس وجوه الانر توليرنس. المفروض انه اوتوماتيكلي لو النقطه دي تحت الانر توليرنس يبقى المفروض ان السي ام سي او الريلي ما يعملش تريب، ولو بره يعمل تريب اسف، ولو بره الاوتر توليرنس يبقى المفروض ما يعملش تريب بما انه هو زون واحده. ففي التشيك تيست احنا بنحقن نقطتين، نقطه اقل او نقطه يعني تحت الانر توليرنس ونقطه فوق الاوتر توليرنس، ونتاكد ان السي ام سي تمام او التست يونيفرس شايف الكاركترستكس بتاعه الريلي صحيح، ان في خط موجود ويكون الريلي بيرسبوند كمان بشكل صحيح. السيرش هو عبارة عن تقدر ترسم كده سيرش لاين وتعمل أبند سيرش لاين، أبند سيرش لاين كأنه بالطريقة العادية خالص أوتوماتيك سيرش، بيبتدي يحقن النقطة زي ما اتفقنا برا الأبر توليرنس ونقطة برا الإنر توليرنس. أول ما يتأكد إن هنا ما عملش تريب وهنا عمل تريب يبتدي يدخل لحد ما يجيب الخط فين بالظبط.
نقطة تانية مهمة جدا 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 وانت بتختبر يا شباب هنتكلم عليها في الـ settings، وهي عبارة عن search interval. لو خليتها صفر ده هياخد وقت طويل جدا 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 بالنسبة لك، لان CMC هيفضل يدور على النقطة اللي الابسوليوت بتاعها صفر عشان يوقف السيرش لاين، فبتخليها قيمة ريجنبل 150 ملي اوم 200 ملي اوم، يعني 2 من 10 او within tolerance بتاع الريلي، تقدر تعملها لينك للريلي سيتنج فما تخليهاش صفر. طب بعض الحاجات لو انا عندي الكاركترستيك انا رسمتها وفيها مشكلة، يعني انا عندي كاركترستيكس فيها مشكلة انا ما اعرفش الكاركترستيك اللي انا رسمها صح ولا غلط، تقدر تعمل ايه؟ تقدر تقول والله التست يونيفرس بتاعي اعمل اجنور للنومينال كاركترستيك اللي قدامك، يبقى الكاركترستيك اللي هو شايفها دي هيعتبرها مش موجوده، وهيبتدي يمشي على الخط بتاع السيرش لاين من اوله لحد اخره، واول ما يلاقي في الديزيشن بتاع الريلي ابتدى يتغير، نقطه عمل تريب عندها والنقطه اللي قبل منها ما عملش تريب، هيرسم لك خط هنا ويقول لك خلي بالك هنا في ديستانس كاركترستيك. دي بنعملها في حاله لما يكون الريلي احنا مش عارفين البيهيفير بتاعه عامل ازاي او الكاركترستكس بتاعته عامله ازاي، بتكون مفيده في بعض الحالات لما يكون الريلي قديم جدا جدا وبيكون الكاركترستكس بتاعته مش ديفاين. طيب لو انا عايز اعمل لود كارنت، لو انا عايز اعمل لود كارنت ان انا اعمل سيميليت اثناء البري فولت تايم اللي انت بتعرفه من هنا، اللود كارنت بيكون زمنه قد ايه ومدته قد ايه وقيمه التيار اللي فيه بيبقى 500 ملي امبير، يعني نص امبير نص الاي نومينال لمده ثانيه، وبعدين السي ام سي يخش لو انت بتحقن بسيرش لاين يخش هنا جوه الكاركترستيك ينتظر زمن معادل للماكسيمم فولت تايم اللي هو 6 سكند. لو ال 6 ثانيه عدوا والنقطه جوه الزون والريلي ما عملش تريب هيقول لك ان هي فيل، ولو ال 6 ثانيه عدوا والنقطه بره الزون والريلي ما عملش تريب هيقول لك ان هي باص. فهو يبقى عبارة عن الماكسيموم فولت اكبر زمن السي ام سي هيحقنه ومنتظر الفيدباك من الريلي. البوست فولت ده عبارة عن الزمن ما بعد الانجكشن، يعني بعد ما الريلي بعد ما السي ام سي هيحقن فولت هينتظر 500 ملي سكند قبل ما يحقن الفولت اللي وراه، بنسميه البوست فولت عشان نتاكد ان الريلي بتاعنا عمل ريسيت بشكل صحيح. التايم ريفرنس الفولت انسبشن معناه ايه؟ معناه لو انت اثناء يعني السي ام سي لما بيختبر الزمن او بيسجل الزمن بتاعه بيسجله من انهي ريفرنس، فهم اتنين اوبشن، الاوبشن الاولاني من ناحيه الستارتنج والاوبشن الثاني من ناحيه الفولت انسبشن. الفولت انسبشن معناه من وقت ما السي ام سي هيحقن هيبتدي يعد الزمن لحد ما الريلي يدي الفيدباك. طيب لو انا عايز اريح دماغي من الزمن البيك اب بتاع الريلي وعايز اشوف الريلي بالظبط هيطلع الزمن قد ايه، يبقى انت محتاج تاخد كونتاكت من الريلي للبيك اب ديستانس مثلا وتوصله على اي باينري جوه السي ام سي، لكن في الهاردوير كونفيجريشن لازم تعرف الباينري انبوت ده على اساس ان هو الستارت. يبقى انا لو انا عرفت هنا في الباينري انبوت ده وليكن مثلا ده الستارت، يبقى على طول اول ما اقول له هنا فروم ستارتنج يبقى اول ما الريلي بتاعي يدي ستارت السي ام سي هيبتدي يحسب الزمن من وقت ما الباينري انبوت ده بقى اكتيفيتد لحد ما الباينري انبوت بتاع التريب عمل اكتيفيتد ويطرح الزمنين من بعض ويديك الزمن الحقيقي للتريب. الاكستندد زون اكتيف دي للريليز اللي هي خاصه ب اللي فيها الاكستندد زون زي السيمنز ريليز 1 بي، هنا بنقدر برضو نعملها اكتيف او نون اكتيف. لو عملتها نون اكتيف يبقى ده معناه ان انت بتقول للريلي السي ام سي اللي بتست يونيفرس في زون هنا لكن الزونز دي ما بتعملش تريب، دي زون بس ستارتنج، انما لو عملتها اكتيف فبيعرف على طول ان النقطه دي او الزون دي يكون لها زمن تريب مختلف عن زون 1. سويتش اوف اوف زيرو كروسنج ده لو انت عايز تقول للسي ام سي وقت يعني وقت اما بعد الزمن ما يخلص بتاع الفولت ما تعملش فولت او اسف ما تفصلش الانجكشن ويكون الكرنت بتاعه قيمته عاليه حفاظا على اليونت اللي معاك، فبتقول له والله سويتش اوف عند الزيرو كروسنج للكرنت والفولت. السيرش ريزوليوشن يا شباب قلنا دي مهمه جدا، ما تخليهاش قيمه صغيره جدا، ما تخليهاش 1 ملي اوم وما تخليهاش 50 مايكرو اوم، خليها قيمه ريزونبل 50 مايكرو. ده هنا ده في السيرش ريزوليوشن، في انما هنا في السيتنجز في السيرش انترفال هي عباره عن انه الخطوه، احنا بس يعني عشان تقدر تكون الامور واضحه، السيرش انترفال هي عباره عن الخطوه اللي السي ام سي هيبتدي يحقن ما بينها، يعني المسافة ما بين كل نقطة ونقطة 200 ملي اوم، ودي قلنا برضو يكون ريزنبل. والسيرش ريزوليوشن دي هي عبارة عن السي ام سي هيبتدي يقف حقن امتى، لو لقى ان القرار بتاع الريلي ما تغيرش في 50 ملي اوم يبقى ده معناه ان الخط موجود في المنطقة دي.
هنا نقدر نقول غطيناهم بشكل كويس البارامترز دي. التريجر نقطة مهمة جدا برضو تخلي بالك منها، انت عايز السي ام سي يوقف حقن امتى؟ عايز السي ام سي يوقف حقن لما الباينري او الباينري انبوت الاولاني يكون تريب هاي. فلو انت عملت اور يبقى اوريدي اي باينري من الاثنين. طب لو انا عندي الباينري الاولاني تريب والباينري الثاني ستارت وليكن مثلا، يبقى هنا اروح واقول والله لما يكون الباينري انبوت الثاني نعمل بريس اوكي بقى 1 وخليهم اند، يبقى اقول والله لما الباينري انبوت الاولاني والباينري انبوت الثاني يبقوا اكتيفيتد مع بعض، يعني انا اكون متاكد ان الريلي عمل ستارت وستارت وتريب، يعني عمل بيك اب. وفي نفس الوقت هنا في السيتنجز تقدر تغير الزمن بتاعك الى الستارتنج، يبقى وقتها هيساعدك انك انت تجيب الزمن الحقيقي للتريب للتريب تايم اللي طالع من الريلي. يبقى احنا هنا غطينا بشكل سريع الديستنس مديول. طيب عايزين نشوف الافكت بتاع الزيرو سيكونس كومبنسيشن. كل ما عليا ان انا هروح هنا للتست اوبجكت، هاجي على الديستنس ده اعمل هنا دوس اوكي، بس معلش هاجي هنا على السيل وهاجي على الديستنس، اروح جاي رايح لكلمه فانكشن وهعمل اد وهروح ديستنس برضه ديستنس مديول نفس الفانكشن كده. يعني انا حطيت ديستنس وديستنس تاني، في هنا هتلاقي في لونين مختلفين، هنا في لون ازرق في احمر فده معناه ان هو ده اكتف. طيب لو اللون الثاني ده معناه ان هو نون اكتف. ايه الفرق بين الاثنين؟ هوري. نيجي هنا بس نعمل لها رينيم بس احنا ممكن يكون فاتحين موديول. اوكي تمام. نيجي هنا على الديستنس نسميه ديتيلز ونروح عليه هنا ونسميه 21 جي ويز زيرو سيكونس كومبنسيشن. انا بس كانت المشكله ان انا ما كنتش قادر اعمل لها تغيير للاسم، فلازم لما تيجي تعمل تغيير تروح لكلمه فيو وتعمل ادفانسد عشان يديك اوبشنز ثانيه انك انت تعمل. طيب انا بدل مش عايز اقعد ارسم واعيد، اعمل هنا ديليت واروح لدي اعملها كوبي، وبعدين اروح للريو واعملها بيست، وفي نفس الوقت اجي اعمل لها ديتيل هنا واسميها 21 جي with زيرو سيكونس. هعمل دبل كليك هلاقي نفس البارامتر اللي موجودة عندي. الإفكت بيظهر معاك نقطة مهمة جدا، الإفكت يظهر معاك فين؟ الإفكت يظهر معاك في حالة لو انت عندك مثلا الكيل والكي فاي، الكيل والكي فاي تقدر تجيب الماجنيتود بتاعهم من الزيرو سيكونس كومبنسيشن هنا بانه نص وناقص 20. يبقى انت تيجي هنا وتقدر تخلي ده نص وماينس 20، واوتوماتيك السي ام سي هيفهم على طول النقط اللي انت النقط اللي انت راسمها دي، ياخد في حسابه زيرو سيكونس كومبنسيشن بالمقدار ده. طب هتقابلك نقطه في بعض الحالات، في بعض الحالات بتلاقي ان زون 1 ليها زيرو سيكونس كومبنسيشن وزون 2 ليها زيرو سيكونس كومبنسيشن تاني، احط انهي واحد هنا؟ ساعتها بقى يجي التركة اللي احنا بنعملها في اوميكرون، او بيجي هنا صح الريو. هنقول لك رايح دماغك وحط الاثنين بصفر، يعني حط ده بصفر وحط ده بصفر، مفيش اي مشكلة، يبقى كأنه مفيش زيرو سيكونس كومبنسيشن. لكن التأثير يظهر فين؟ التأثير وده اللي احنا بنعمله في البي تي ال بالمناسبة، بيظهر في شكل الكاركترستيك. تأثير الزيرو سيكونس كومبنسيشن على الديستنس كاركترستيك بيظهر في حاجه من الثلاثه او في الثلاثه. اول حاجه بيظهر فين؟ بيظهر في ان قيمه الاكس بيحصل لها اكستند ب 1 زائد كي والزاويه كي فاي. يبقى انا لو انا عندي الاكس عباره عن وليكن مثلا 4 اوم وزاويه 80، هروح جاي ضربها في 1 زائد نص وزاويه ناقص 20، اللي هيطلع ده هيبقى ده الاكس الجديده. طيب والزاويه اللي هتطلع دي ده احنا بنسميها اللاين انجل الجديده. يبقى انا عندي دلوقتي زاويه للقيمه للاكس الجديده وقيمه لللاين انجل الجديد. يبقى انا اللاين انجل الجديد اللي هو ظهر معايا ده نتيجه ضرب ال80 في 1 زائد نص وزاويه ماينس 20،
ده هيكون اللاين انجل اللي انا هبتدي ارسم عليها الديستانس كاركترستيك. لو انت خدت لو انت معاك ورقه وقلم وكالكوليتر دلوقتي هتلاقي ان انت عندك ار او اسف عندك الاكس هي عباره عن 84.80 اضربها في 1 وزاويه نص وماينس 20 هيظهر معاك اللي هي هتبقى عباره عن 5.29 والزاويه 73 36. انت اضرب لي 84 في 1 زائد نص والزاويه ماينس 120 هيظهر معاك الاكس الجديده هي عباره عن 5.9 والزاويه 73 36. وده تاثير الزيرو سيكونس كومبنسيشن على الاكس. يبقى انت هتخلي الكي هنا بصفر وزاويتها بصفر وتروح للزون سيتنجز دبل كليك عليها برضو يظهر معاك البارامتر الجديد. ده في السيل قيمه الار ريتش ما بتتاثرش لكن قيمه الاكس بيحصل لها اكستند. وكمان زاويه ميل اللاين انجل بتتغير من الام تي اي او من الزد 1 انجل الى زد 1 انجل في 1 زائد الزيرو سيكونس كومبنسيشن. يبقى انا دلوقتي كل ما عليا ان انا هاجي هنا على الخط الثاني اللي انا شايفه ده انا عارف ان الار بتاعته ما اتغيرتش فهتبقى 1.5 والاكس بتاعته برضو ما اتغيرتش هتبقى بصفر. لكن الزاويه بدل ما هتكون 80 هتكون 73 و36. يبقى انا كده غيرت زاويه. هتلاقيه ان هو مال لتحت زي ما محمد رشاد قال لنا تاثير ان هو ممكن يكبر لك الريتش بتاع الار من فوق يعني زود المساحه اللي جوه الزون. طيب يبقى الخط الثاني ايه اللي عكس الخط الثاني؟ اللي عكس الخط الثاني هو الخط الرابع هتبقى الار بتاعته برضو ماينس 1.5 والزاويه صفر. وكمان الزاويه بتاعته بدل ما هتكون 180 زائد 80 هتبقى 180 زائد 73.36 هتبقى 253 و36. يبقى برضه شايف ان الخطين دول متوازيين. يبقى كبر الريتش من الربع الاولاني وقلل لك الريتش في الربع الثاني نتيجه الزيرو سيكونس كومبنسيشن. ايه تاني هيتغير معايا؟ هيتغير معايا قيمه الاكس. الاكس بدل ما تكون 4 هتبقى 5.920. يبقى قيمة الاكس هي اللي اتغيرت وزاويتها كمان ما اتغيرتش ايه اللي هي 180 لانه باصص ناحية الربع الثالث. طيب بما ان الزاوية كمان اللي هي زاوية اللاين انجل اتغيرت لي بدل ما هي 80 بقت 73.36 يبقى في نفس الوقت الخط العمودي عليها اللي هو زاويته 10 زاويته كمان هتتغير هتبقى بدل ما هي 80 ناقص 90 هتبقى 73.36 ناقص 90 اللي هي ماينس 16 و 64. هتلاقي كمان ان الخط بتاعك شكله اتغير شوية. اي حاجة تانية مش هتتغير. يبقى تأثير الزيرو سيكونس كومبنسيشن ظهر على ايه؟ ظهر على ميل الكاركترستيك وظهر على الاكستنشن بتاع الاكس. انما قيمة الار ما اتغيرتش وكمان الخط بتاع الدايركشناليتي كمان اتغير نتيجة تغيير قيمة الزد. تغيير قيمة الزد 1 انجل. تدوس اوكي. تدوس اوكي. لو انت جيت بقى دلوقتي دوست اوكي تعال هنا افتح ده اللي هو اللي احنا القديم واعمل زوم اول شايفين الكاركترستيك بتاعتنا يا شباب؟ الكاركترستيك بتاعتنا الار بتاعها بكام؟ باربعة اللي هو الريتش القديم. ده نتيجة ايه؟ ده نتيجة ان انا لو انا جيت هنا على التست اوبجكت وشفت هنا هلاقي ان الفانكشن اللي اكتف الفانكشن بتاعت الديستانس من غير الزيرو سيكونس كومبنسيشن. تعال هنا رايت كليك واعمل سيت از اكتف فانكشن بقى لونها هو ده اللي اتغير بقت دي الاكتف. هتلاقي شكل الكاركترستيك يا شباب بقى عامل بالطريقة دي. بقت قيمة الاكس بستة اوم والزاوية كمان اتغيرت. من هنا يجي الفرق يعني ده من هنا نقدر نقول لك ان السوفت وير بتاع تيست يونيفرس فيري فليكسبل وسهل جدا 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 انك تتعامل معاه وبناء عليه تقدر تغير البارامترز زي ما انت عايز وتحط ديستانس بروتكشن بقيم مختلفة وتقدر تجرب. وده بيساعدك كمان لو انت بتعمل اكسبتنس تيست والويتنس عندك قال لك والله اعمل لي والله عند زون 1 80 و90 وبعدين خليها لي 60 يبقى بدل ما كل مرة تخش تغير سيتنجز لا انت غيرها كلها مرة واحدة ومع كل ديستانس مديول تعمل ايه؟ تغير سيت اكتف فانكشن
وتلاقي ان البارامتر بتاعتك اتغيرت. لحد دلوقتي انا انا خلصت. هو للاسف كان المفروض في تجارب عمليه لكن الظروف خارجه عن ارادتنا مش هنقدر نحقن القيم دي. لكن انا اوريدي كنت مجرب الملفات قبل كده، هديها لمحمد رشاد ويشيرها معاكم ومع الابلكيشن نوت اللي تقدر تستخدمها في انك انت تفهم تحويله من الار اي للار من ار اي على ار ال واكس اي على اكس ال الى زد 1 الى زد 0 على زد 1 او لكي وكي 5. ونشكركم لحسن استماعكم، ولو في اي سؤال تفضلوا اسالوه، والميكروفون معك محمد رشاد. شكرا باشمهندس احمد، ربنا يبارك لك يا رب. شكرا جزيلا على يعني على التوضيح التفصيلي قوي جدا لاستخدام السي ام سي، ودي فكره كويسه جدا على فكره ان احنا نقدر ازاي نرسم اصلا، حتى لو ما يعني انا مش عارف يعني اعوض زي ما حضرتك قلت كده ان ممكن يكون عندي اكتر من كومبنسيشن فاكتور، ودي حقيقه برضو يعني ان شاء الله. انا كنت ناوي اتكلم عن الكلام ده بالتفصيل بعد كده، ان الشباب لازم يكونوا فاهمين فكره ان انت يكون عندك زون سيكونس كومبنسيشن على اساس ان ده خطك ما بين مكان ومكان تاني، بينما زون 2 والزونات الاخرى انت ممكن تمتد الادجيسنت لاينز، ممكن تكون راح اماكن مختلفه، وزيرو سيكونس كومبنسيشن فاكتور يختلف على حسب الطرق اللي هو هتمشي فيها الاوفر هيد لاين او الاوفر هيد لاين بتاعك. وبالتالي عاده في بعض المحطات جينا سيتنج بيكون مختلف في زيرو سيكونس كومبنسيشن فاكتور للزون 1 عن الفورورد زونز، يعني السيستم بالذات تلاقي مثلا يقول لك زون 1 والفورورد زونز والريفرس زونز، يعني كل واحد ليهم كومبنسيشن فاكتور، ممكن يكون كلهم زي بعض وممكن يكونوا مختلفين. فدي حته مهمه جدا عشان خاطر دي بتبطئ علينا الاختبار لما نيجي يعني نيجي نختبر، فبنضطر ان احنا نعمل كل زون على حده في الفايل بتاعنا. لكن انا لما اقدر اعوض الكلام ده عن طريق الرسم في الزونات نفسها وران التست كله مره واحده بدون ما استخدم الكومبنسيشن فاكتور وخليه صفر فليكسبيليتي، دي بتسرع معايا الوقت اكتر في الاختبار. فشكرا جزيلا باشمهندس احمد للتوضيح الصراحه، ويعني متشكر جدا لحضرتك، وان شاء الله ربنا برضو ايه في المرات الجايه باذن الله ربنا مين هنكون هنقدر ندي برضو ايه حاجات اكتر للشباب باذن الله ربنا مين، ونكفر معاهم اجزاء كتيره ان شاء الله ربنا مين. متشكر جدا باشمهندس احمد، محمد اشكرك. ولو في اي سؤال يا شباب تقدروا يعني انا ما اعرفش هيكون في طريقه ان احنا نعرف اسئلتكم او لا في الكومنتات، ممكن الشباب يحطوا في الكومنتات على الفيديو، وكيك الفيديو بعد ما بيخلص بيبقى خلاص موجود معنا على تمام، يقدروا يحطوا كومنتات على صفحه الفيسبوك ايا كان، وعادي جدا ممكن حتى نجمع الاسئله دي ونعمل سيشن مخصوص مثلا الاجابه على الاسئله. لو في اجابات مثلا بسيطه ممكن نكتب الاجابه على طول، ولو في اجابات محتاجه شرح او كده ممكن نحضر لها سيشن باذن الله 40 ونجاوب على كل الاسئله اللي هي مثلا مطروحه في بتتكلم عن نقطه معينه او كده. تمام، اشكركم يا شباب ودعواتكم ان شاء الله، وربنا يوفقكم جميعا يا رب، ونتمنى ان يكون يعني الموضوع عجبكم باذن الله ربنا باذن الله. ماشي، السلام عليكم. شكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.